ان احنا نتعلم من الناس اللي سبقونا، ولازم نفهم يعني ايه نادي الاهلي ويعني ايه اخلاقيات ويعني ايه نظام. يعني اللي عايز يهاجم النادي الاهلي يهاجمه جوه البيت ويقول رايه ويجري الحلول. بس الجمهور ليه حق برضه يا يا كابتن ستي، ان هو ما يعرف. الناس عارفه كل حاجه، وما بنشرحه للناس، لكن انا هل انا اقدر اهاجم المكان اللي رباني وكبرني؟ لا يمكن. ممكن هاجمه من منطلق ان مصلحته، يعني ما انا هاجمه هاجموش حضرتك، ليك وجهة نظرك جوه اقولها زي ما انا عايز، انما هاجمش على الصحافه وفي الاعلام والكلام ده. ده اللي انا اتربيت عليه في النادي الاهلي واللي احنا اتربينا عليه في النادي الاهلي. سهل جدا اطلع واقول اي حاجه، انا عايش في دور البطل يعني؟ لا، انت عندك هاجم جوه وحافظ على البيت اللي كبرك ورباك وخلاك تطلع في التلفزيون. كلنا اللي عايز يهاجم يهاجم جوه البيت ويحافظ على البيت اهم حاجه، لان الناس عندنا برضو في البعض، يعني البعض مش عايز اقول الكل، ان في ناس فاهمه وناس واعيه وناس يعني عارفه ايه النادي الاهلي ويعني ايه ناس بتحترم النادي الاهلي. يجب ان احنا في المواقف الصعبه نقف جنب بعض لمصلحه النادي الاهلي الاول والاخير، لانك انت موجود النهارده بكره مش موجود، لكن النادي الاهلي هو اللي باقي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وإستاد الأهلي. صراحة أنا صممت أنا وزملائي إن احنا نبتدي بهذا الفيديو. هذا الفيديو بيبين كابتن ثابت البطل، واحد من أهم رموز النادي الأهلي، سواء كحارس مرمى النادي الأهلي للعديد من الفترات وأيضا لمنتخب مصر، وكواحد من أفضل مديري الكرة في الكرة المصرية وليس فقط في النادي الأهلي. لما طلع الكابتن ثابت واتكلم، اتكلم على ازاي النادي الاهلي بيت، وكابتن طارق سليم برضه ربنا يرحمه طلع قال الاهلي كالبيت، لا يصح ان اسراره تطلع بره، زيه زي البيت. ومن 110 سنه النادي الاهلي ماشي على هذه المبادئ وهذه النظم، لان يعني ده نظم، ده نظام في النادي الاهلي، ان دايما مفيش حاجه جوه النادي الاهلي بتطلع بره في وسائل الاعلام. والتكتم كان من اكتر العوامل اللي بتخلي النادي الاهلي يتقدم في كل البطولات، من العوامل اللي بتخلي النادي الاهلي بيتخطى ازماته. مفيش نادي في الدنيا، مفيش حد في الدنيا ما عندوش ازمات، ولكن كيفيه اداره الازمه هو قيمه الاداره. يعني تيجي كده تبص لاي حاجه، يعني الناس الاجانب تيجي تقول لك الاداره مانجنج بروبلم سولفينج، الاداره هو انت ازاي بتحل ازماتك. فما فيش نادي في الدنيا ما عندوش ازمات. نادي الاهلي اكيد عنده ازمات، الانديه الثانيه عندها ازمات، نادي الزمالك عنده ازمات، نادي الاسماعيلي عنده ازمات، انديه الشركات عندها ازمات اللي هي اقل يعني بريشر او اقل ضغط، ولكن ازاي بتعامل الازمه؟ هنا بقى نتكلم ازاي بتعامل الازمه. كابتن ثابت في هذا الفيديو بيوصل رساله، والرساله يجب ان كل الكل، الرسالة دي إلى الكل، ما بنستثنيش حد، كل الأهلوية اللي لعبوا جوه النادي الأهلي واللي بيدعوا إن هم ليهم علاقة بالنادي الأهلي واللي بيقولوا للناس إحنا بنحب النادي الأهلي، دي رسالة ليهم إن مبادئ النادي الأهلي معروفة، التكتم، وإن أنت لو عايز وعندك وجهة نظر قولها بس جوه المنظومة. بعدين تعالوا بقى، تعالوا نتكلم نشوف النقد والحالة الغريبة اللي انت تعيشها في هذه الفترة في النقد الغير مبرر على النادي الاهلي في كل الفترات، في كل الفترات من بداية الموسم لاخره، وتلاقي فجأة حاجات ما كانتش موجودة فجأة نمنا صحينا لقيناها موجودة وبتثار، ويبتدي الناس تتكلم فيها في وسائل الاعلام، والناس حتى ملهاش علاقة بالكورة، اعلاميين بس ملوش علاقة بالكورة. ساب بقى كل حاجة، ساب بقى ان الدولار بقى بكام، وساب المشاكل الاقتصاديه، وساب ازاي احنا نواكب العصر، وساب كل المشاكل اللي في الدوله، وبقت ازاي النادي الاهلي انتخاباته مزوره. يعني اكيد انت عندك جدول تمشي عليه، لان انت برنامجك المفروض ان هو خدمي بيحل او بيساعد على ازمات المجتمع، ان انت تتكلم في الحاجات دي وتجيب حلول، لكن انت بتتكلم وخلاص، لانك مش لاقي اي حاجه تتكلم عليها فبتتكلم وخلاص. حل المشاكل التانية، عندك مشكله بطاله، عندك مشكله اسعار زايده، عندك مشكله كبيره جدا اتكلم فيها، ما تتكلمش عن النادي الاهلي، لان دي مش قصتك، دي مش حاجتك،
اتكلم في اللي تفهم فيه، اتكلم في اللي تفهم فيه. ونرجع تاني ليه الهجوم جاي. لما نادي بيبتدي مرحلة من أهم مراحله وهي الإحلال والتجديد. نادي الأهلي لو حضراتكم تتذكروا في كل فترة من الفترات، طبيعي أي نادي في العالم، الناس الفنيين والناس اللي بتحب الكورة وبتشجع كورة وفعلا عايشة الكورة فاهمة الكلام ده كويس قوي، وهم دول القاعدة الأكبر من جمهور النادي الأهلي، وهم دول القاعدة الأكبر من جمهور النادي الأهلي، فاهمة إن كل فترة لازم يبقى فيه إحلال وتجديد لأسباب كتيرة جدا. المتغيرات إن في لعيبة سنها بيكبر، في طرق فنية ما بتبقاش صالحة، فالإحلال والتجديد ده من أهم مميزات مواكبة العصر. فلازم أنا كنادي متطور، والنادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم وهفضل أكمل نفس الكلمة، وهو عايز تقيس ترمومتر الكرة المصرية رايحة فين، بص على النادي الأهلي الأول. مع كامل احترامي لأي نادي تاني ولأي منظومة تانية، النادي الأهلي سابق حتى اتحاد الكرة. عايز تعرف عنوان الكرة أو الكرة في مصر رايحة إزاي وعلى مدار التاريخ من 110 سنة، احنا ما بتكلمش على الفترة دي بس عشان الناس تبقى فاهمة، أنا لا أتحدث على هذه الفترة، أنا بتكلم من أول ما أنشئ النادي الأهلي. بص على مستوى الكرة عامل ازاي، تعرف ترمومتر منتخب مصر عامل ازاي. نادي الاهلي كويس، منتخب مصر كويس، دي حاجه معروفه على مدار التاريخ. الكره الجديده وقلت لحضراتكم هقولها تاني، مستر هيديكوتي المجري منتخب المجر في الفتره دي كان مسيطر على العالم في الكوره. اول فرقه تخلي اللعيبه تنزل تسخن في الملعب كان النادي الاهلي، قبل كده كان كله بيسخن في اوضه اللبس. أول طرق في كرة القدم حديثة هتلاقيها في النادي الأهلي، مرورا لفترة الثمانينات مستر فايسا لما دخل طريق 3-5-2 الناس كلها لعبت بيه، لحد دلوقتي في ناس بتلعب ب 3-5-2 بتاعت مستر فايسا اللي في الثمانينات، احنا بنتكلم في 30 سنة. شوف النادي الأهلي بيوصل لإيه. بعديها فترة التسعينات، بداية التسعينات النادي الأهلي كان ماشي، ما كانش ماشي بشكل كويس، ابتدت نجوم كبار كبار تعتزل، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن محمود الخطيب، ناس كتير، كابتن ربيع ياسين، كابتن مجدي عبد الغني، كابتن مصطفى عبده، كابتن علاء ميهوب، ناس فرقه صعب انها تتعوض. منتخب مصر ومن احلى وامتع الاجيال اللي جم في تاريخ الكره المصريه، مش بس في تاريخ النادي الاهلي. دوري ابطال افريقيا والانديه الافريقيه ابطال الكؤوس والجيل اللي اتدعم وبعد كده دخل كاس عالم، وعندك لعيبه احترفت، عندك حسام ابراهيم نجوم من اكبر النجوم الكبار، ومعاهم هاني رمزي راحوا احترفوا بره. النادي الاهلي مر بمرحله فيها تخبط، ثم جاء الكابتن صالح سليم وجاء التصحيح. وجاء التصحيح بايه؟ بالاحلال والتجديد. كابتن صالح سليم جاب حسام ابراهيم مره تانية من اللعيبه اللي كانوا من اللعيبه اللي راحت، وكابتن صالح سليم جابهم عشان يدعم النادي الاهلي مره تانية. كان في تدعيم بالناشئين، الناشئين اللي في الفتره ديت هنتكلم على وليد صلاح الدين وهكلمك على هادي خشب، دول كانوا من الشباب الواعد اللي طالع، وطلع معاهم بقى هشام حنفي وهذا الجيل. التدعيمات افكرك ياسر ريان، محمود ابو الدهب، احمد فهمي الله يرحمه، عمرو الحديدي، نجوم جت، وبعديها طبعا النجم الغاني احمد فيليكس عاد مرة تانية النادي الأهلي للسيطرة وسبع بطولات دوري ورا بعض. ده مرحلة الإحلال والتجديد. طبعا رضا عبد العال عشان ما نبقاش نسينا حد من هذا الجيل، أنا بفكركم بمرحلة من المراحل النادي الأهلي بقى خسر ساعتها 2 دوري والدنيا قامت وما قعدتش، لأن النادي الأهلي قدروا إن أنا دايما بنافس على بطولة، قدروا كده، الجمهور بتاعه لا يقبل بأي شيء غير كده، هي خلاص معروفة، محدش في أي مكان في العالم، محدش في أي مكان في العالم وهو أهلاوي بيقبل غير بكده. فده أكبر ضغط على النادي الأهلي وكل من يعمل في منظومة النادي الأهلي من 110 سنة، مرورا بكل رؤساء الإدارة الأجلاء الأعزاء كانوا تحت هذا الضغط.
كانوا تحت هذا الضغط. وصلنا لمرحلة الألفية، نادي كابتن صالح سليم توفاه الله، نادي الأهلي خسر الدوري موسمين متتاليين، ثم جاء مانويل جوزيه، ثم جاءت بطولة أفريقيا، ثم جاء التعديل، ثم جاء التدعيم، ثم الإصلاح والتجديد. جه وانت بتخسر برضو بعض من البطولات، ودي مرحلة بتحدث في كرة القدم في كل الأندية. مانشستر يونايتد هجيب لك حاجة لايقة بيك، انت هتقول لي انت مطلعنا انجلترا، بس انا مطلعك للي لايق بيك، النادي الاكثر حصولا على بطوله الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد، فانا جايبه لك لانه لايق بيك، لان انت مسيطر هنا، نادي الاهلي مسيطر هنا. مانشستر يونايتد بعد السير اليكس فيرجسون بقى له 3 سنين 4 سنين اهو داخلين في السنه الثالثه، لسه بيحاول يعمل اصلاح وتجديد، ولسه لم يفز ببطوله الدوري. شوف اشترى بقى كام لعيب، مرورا بقى بابراهيموفيتش ومختريان وبوجبا ودفع كام؟ دفع كام؟ لان انا هاخدك دلوقتي للمرحله الثانيه، ان انا ازاي اعمل اصلاح وتجديد وانا ما عنديش تسويق؟ مش هقدر. حتى اولادي اللي طلعوا بره خدوا خبرات وبرجعهم مره ثانيه، لو ما عنديش الموارد مش هقدر. هتبقى صعبه عليا. هتبقى صعبه عليا لاني ما عنديش القوة الشرائية اللي اقدر ادعم بيها فرقتي تاني عشان اقف على رجلي. فبداية من الموسم قبل الماضي ابتدى الاصلاح وابتدى الاحلال والتجديد. اصلاح ان في بعض من اللعيبة الكبار كانوا خلاص بيبطلوا، ابو تريكة، بركات، وائل جمعة، وهذا الجيل اللي ادى للنادي الاهلي الكثير والكثير والكثير. خدوا ثالث العالم، خدوا بطولات افريقيا، 5 بطولات افريقيا اعتقد مع هذا الجيل، جيل كبير جدا ادى للنادي الاهلي الكثير. فعشان تعمل البالانس والتوازن كان من اصعب المراحل. ايه هو البالانس والتوازن؟ انك تحافظ على التفوق اللي عندك، انت دايما متفوق في مصر. فازاي هتفضل خاصة ان منافسيك ابتدوا يبقى معاهم فلوس وابتدوا يشتروا صفقات. هو ده ازاي انت تعمل التوازن. الناحيه التانيه بتجيب صفقات، بس انت بتجيب قد ايه وهم بيجيبوا قد ايه؟ ازاي انت عملت قوام على القوام اللي عندك؟ ما جبتش لعيبه خلاص من الاول وجدير، انت ما اشتريتش فرقه لحد دلوقتي من الاول للاخر، لكن عملت التدعيمات في الاطار الصائب فنيا، الإطار الصائب فنيا، وكل لعيب كان بيجي في محله. ليه؟ لأن المكان ده يحتاج هذا الليفل، مش أي ليفل يلعب النادي الأهلي، ودي برضو نقطة مهمة جدا، وده اللي بيفرق النادي الأهلي عن بعض الأندية الأخرى. إن ممكن يبقى في اسم ظاهر في الدوري لأندية كتير جدا بتجري وراه، لكن لا يصلح للنادي الأهلي. لعيب النادي الأهلي له صفات خاصة من الناحية الفنية ومن الناحية الأخلاقية، ودي نقطة مهمة جدا لازم نقف عليها. حتى الناس اللي احنا تربينا على كلامهم ممكن تتكلم معاهم على لعيب كويس يقولك لا ده مش أخلاق النادي الأهلي، ما ينفعش معانا. ففي الأول تتفاجأ انت ازاي بتقول عليه كده، وبعدين تشوف على المدى البعيد تلاقي سبحان الله الناس دي عندها حق، كلامهم صح، فتلاقي فعل بعيد عن اخلاق ومبادئ النادي الاهلي اللي احنا تعودنا منه ان كل اللعيبه اللي فيه ليهم طرق خاصه ونظم خاصه في التعامل داخل المنظومه. هكمل معاك في ازاي ان انت تعمل اصلاح في المسار الصح، وانا بكلمك وانت في المسار الصح، انا ما بكلمكش والنادي الاهلي عنده مشاكل، ده انا بكلمك والنادي الاهلي متفوق ولكن يهاجم، ويهاجم بشكل غير طبيعي، شكل يخليك ان انت مندهش. هو في ايه؟ هو ايه؟ ايه اللي حصل عشان كل هذا الهجوم؟ وليه؟ وتلاقي حاجات تبص في الورق وتبص في الكلام وتبص في الاخبار وتبص في التلفزيون على من يتحدث، هو ايه اللي حصل عشان كل التضخيم وكل الهاله الاعلاميه ديت على ايه؟ هو لو الاهلي
ولو دي من الشيطان. بس لو الاهلي ما خدش الدوري كانت الدنيا هتبقى ماشيه ازاي؟ لو الاهلي ما كانش مسيطر ده هذا الموسم بالارقام، بالارقام من افضل مواسم الاهلي. كابتن حسام البدري بيهاجم من اول يوم اعلن ان الكابتن حسام البدري هو المدير الفني للنادي الاهلي. طب في صالح مين؟ وعشان ايه؟ طب الراجل كسب وابتدى يمشي في الدوري كويس وابتدى يركب ومركبك الدوري بدري جدا. كسبان الزمالك، كسبان الاسماعيلي، كسبان المصري، كسبان المقصه، وهم دول المنافسين اللي موجودين. ويقعد وسموحه والناس تنتقد. لا ده الاهلي ما بيلعبش كوره كويسه. لا ده الاهلي اصل الدوري ده تعبان. الدوري ده مش هو ده الدوري. طب واحنا يعني هنروح نلعب في دوري في القمر؟ ولا هنخلي بقى ايه النادي الاهلي يلعب في الدوري الانجليزي عشان سيادتك تقتنع ان انت وسط اللي حواليك؟ ما انت عشان تعرف انت فين لازم تبص على اللي حواليك. يعني انت لازم تعرف انت فين منك تبص على اللي حواليك انت فين. انت فين منهم؟ ما انت بتلاعب فريق ومنافسك المباشر كل من يعني يحسب على هذا النادي بيطلع يقول لك احنا عندنا احسن لعيبه في مصر. ماشي، طب النادي الاهلي كسب رايح جاي، كسب احسن لعيبه في مصر، ده على حد قولهم. ورغما عن ذلك هجوم غير مبرر، 2-0 رايح 2-0 جاي، لدرجه ان الماتش الاخراني تقعد تقرا كده وتتابع وتشوف ده النادي الاهلي كان لازم يكسب 6. ده ازاي؟ ازاي كابتن حسام البدري ما يكسبش 6؟ ده مشكله كبيره، مشكله كبيره ان النادي الاهلي اللي لعب نادي كبير زي بحجم وقيمه نادي الزمالك وتفوق فنيا ويتسادى اللقاء ويجيب هدفين وفرح الجمهور فبقت مشكله بالنسبه لك. طب مشكله بناء على ايه؟ يعني هو المفروض ايه ماذا يحدث عشان سيادتك ترتضي بان النادي الاهلي هو الافضل؟ ايه المفروض انه يحصل؟ ايه المفروض انه يحصل؟ والدوري مش مقياس بناء على ايه؟ ما هو الدوري ده هو ترمومتر انت فين؟ عشان تتأهل لافريقيا لازم تكسب الدوري عشان تضمن مشاركتك الافريقيه. وبتكسب الدوري بدون هزيمه على الرغم ان لقاء الاهلي امام المصري بعد ماتش زناكو بقد ايه؟ ورحله طيران واجهاد، وتبص تتفاجأ ان النادي الاهلي بيلعب المصري غصب عنه في هذا التوقيت. المباراه لها حساسيات ولها كلام كبير جدا، وبرضه النادي الاهلي اجبر انه يلعب هذا اللقاء عشان مصلحه الدوري. ده انا لسه هكلمك في نقط ثانيه بس خليك معايا في الحته دي. عشان مصلحه الدوري النادي الاهلي بيلعب المصري في ظل غيابات الفريق والقوام الرئيسي اللي لسه جاي بتعادل من زناكو وكان افضل ومتسيد اللقاء وكان عامل ماتش ضد كل الظروف. وده النادي الاهلي، عشان بس اقول لحضراتكم احنا مش هنفضل نتكلم ونعيد ونزيد ان هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي معودنا ان ضد اي ظرف انا بلعب، وهو ده اللي حصل في ماتش المصري. وشخصيه النادي الاهلي، النادي الاهلي في هذا اللقاء اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك بصفة أساسية بينت إن هم عندهم شخصية، والشخصية بتبان في المواقف اللي زي دي. وأذكر حضراتكم بهدف صالح جمعة في المصري، بص على الشخصية في هذا الهدف هتعرف وهتحس إن شخصية النادي الأهلي إنه ما بيحبش يخسر، على الرغم إن كان في ناس كتير متربصة ومستنية إن الأهلي يخسر، على الرغم إن أنت إيه ده، أنت رايح بتلعب من غير قوامك ومن غير كذا، والنادي المصري في هذا الموسم من افضل مواسمه مع الكابتن حسام حسن. نو كومنت. لكن رغما عن ذلك تلاقي ان هو ده اللي بيحصل. اخدك لموضوع مهم تاني، وهو موضوع اني مش لاقي حاجه وبتكلم وخلاص. انا خدتك لموضوع الدوري وفهمتك دلوقتي ان ده لان متصدر الدوري وفاز بالدوري. طيب كانوا بيهاجم وهو متصدر وما حسمش رغم ان هو حسم ببدري،
يعني حسن من بدري قال لك افريقيا، النادي الاهلي دخل دوري ابطال افريقيا حصل بعض التعثر، وده كان بيحدث في كل البطولات اللي فاز بيها النادي الاهلي كانت البدايه فيها مشكله. ادي مع حضراتكم التتويج اللي وجع ناس كتير، وجع ناس كتير لانه جه باكتساح. ده نتاج مش موسم، ده نتاج شغل وعمل مؤسسي ونظامي، ده مش نتاج موسم. لان هنا للاسف في الكره المصريه انا هقولها لحضراتكم بكل صراحه، احنا بندار اليوم بيوم، وهقولها لحضراتكم بمنتهى الاسف وبمنتهى الصراحه، في الكره المصريه احنا بندار اليوم بيوم. وهقول لحضراتكم وفي فرق وبتلعب في الدوري الممتاز وبتلاقي مدير الفني او اللي بيديروا الكوره ده احنا هنجيب مين هيلعب جنب مين و4 4 2 والولا ده والولا ده والدنيا هتمشي. عشان كده انت بتشوف يعني هذا الاداء في بعض الماتشات، بتلاقي الاداء يعني بعيد تماما عن كره القدم. بس النادي الاهلي مش كده، النادي الاهلي فيه نظام وعمل مؤسسي، عشان كده النادي الاهلي من فضل الله فارق، فارق باسلوبه اللي بيواكب العصر. بيواكب العصر ازاي؟ اقول لحضرتك كل فتره من فترات كره القدم بيبقى فيها شيء يدعمك في الفتره دي. فالنادي الاهلي منذ انشائه ازاي يسيطر، ازاي يسيطر على بطوله الدوري، ازاي يبقى عندي افضل لعيبه، ازاي اقدم اجيب افضل مدربين عشان اعمل افضل اداء واخد بطوله الدوري. النادي الاهلي منذ انشاء بطوله الدوري خد الدوري اعتقد 10 مرات ورا بعض من 48. بعدين جت فتره فيها احلال وتجديد، وكان ساعتها لسه ما فيش موضوع احتراف، فكان صعب ان انت تجيب لعيبه. فكان في جيل في الشيخ طه اسماعيل والراحل طه طارق سليم والراحل صالح سليم ونجوم كبار ولم يفز ببطوله الدوري العام. وجت طبعا الاحداث السياسيه وحرب 67 ثم حرب اكتوبر، فكانت القصه فيها شائكه. رجع النادي الاهلي مره ثانيه بعد ما حل وجدد وسيطر على كره القدم. دخلنا بقى النادي الاهلي في بدايه الثمانينات دخل في دوري ابطال افريقيا. اول بطوله واول فوز ليه دوري ابطال افريقيا في 82. ابتدى النادي الاهلي يخش براند ثاني. ان انا جوه افريقيا ليا تقلي وليا وزن. اثنين دوري ابطال افريقيا. اعتقد ثلاثه دوري ابطال كؤوس. وعروض رائعه. ابتديت النادي الاهلي اصبح علامة إفريقية وعلامة عالمية، ابتدت الناس تروح لأنظار النادي الأهلي إن النادي ده هو الأقوى إفريقيا. ساعتها كنت بتلعب كمان منتخبات، يعني كان الأندية في إفريقيا ما بتطلعش لعيبة كتير جدا، فأنت كنت بتلعب منتخب ما بتلعبش فرقة عادية. المرحلة التانية بتاعت التسعينات، التسعينات ابتدت ماتشات كتير تتذاع أكتر، ابتدى موضوع الاستثمار، يعني صفقة رضا عبد العال كان فيها طلب إحاطة في مجلس الشعب. ما حدش من جمهور الاهلي هاجم ساعتها. صفقه رضا عبد العال اعتقد كانت ساعتها 600,000 جنيه وكان فيها طالب احاطه في مجلس الشعب. واحد من الساده النواب طلع قال لك ازاي ده اهدار. ابتدى عصر الاحتراف يخش. النادي الاهلي اشترى لعيب من افضل اللعيبه اللي كانوا موجودين في هذه الفتره عشان يدعم، عايز يسيطر وحقه. ما دام يمتلك يبقى حقه. هي دي الكوره، الكوره بقت بيزنس. كرة بقت بيزنس وبقت صناعة. وبيزنس للي يوفر، ما هو أنت برضو مش أي حد بيبقى معاه، لأن النادي الأهلي ما بيجيش حد يصرف عليه. النادي الأهلي مش من النوعية دي، عشان كده النادي الأهلي لا يقف على شخص. مهما كان هو مين. لا يقف على شخص. النادي الأهلي أصبح منظومة مؤسسية. خش بعد كده على الفترة المهمة. وهي فترة الألفية وعودة مرة تانية لبطولات أفريقيا بعد قرار، لأن نظم البطولة تحولت للاحترافية. أنت كنت بتخسر في بطولة أفريقيا من موارد ومن مصاريف وتكاليف أكتر ما أنت بتجني. ده غير أن أنت خسرت لعيبة كبار جدا بسبب الإصابات وبسبب 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 بسبب أن لسه البطولة كانت لوائحها ما بتديلكش ما تعطيها الآن. تحولت البطوله للاحتراف وابتدى يبقى تسمع عن مليون دولار فائز بهذه البطوله، والنادي الاهلي نجح
في الحصول على هذه البطولة منذ الألفية 5 مرات أو 6 مرات. فابتدينا نخش في براندنج تاني، وأنا بواكب معاك ودايما هواكب معاك ما يحدث في العالم، لأن أنت لو فضلت باصص على اللي حواليك وما تعرفش إيه اللي بيحصل بره هتفضل واقف مكانك. أدي بداية الألفية وبداية البراندنج الجديد إن أنا بكسب ريال مدريد في ماتش ود. آه النادي الأهلي عبر التاريخ لاعب مونشن جلادباخ ولاعب سانتوس وكان في بيليه ونجوم كبار ونجوم كبار، لكن أنا دلوقتي وبنفيكا، لكن أنا جايب ريال مدريد نادي القرن في أفريقيا وجايب لك نادي القرن في أوروبا. جايب لك زين الدين زيدان، اللقاء ده اللي في جيلي كلنا كنا في الاستاد عشان نشوف زين الدين زيدان في الملعب وروبرتو كارلوس في الملعب وإيكر كاسياس وميتشيل سالجادو وريال مدريد اللي كسب تشامبيونز ليج دوري ابطال اوروبا ومورينتس وراؤول جونزاليس وسافيو وناس كتير جدا نجوم فرناندو هيرو. انا حتى من منظر الماتش ابتديت افتكر النجوم الكبار. ادي زيدان بيعمل ثرو باس لكارلوس اللي في الفتره دي الناس كانت بتلعبه سنتر فيرود، حتى كانت بدايه البلاي ستيشن اليابانيه كان كله بيلعب كارلوس ده راس حرب، عشان بس ايه افكر على ده مين ده. بيسنتي ديل بوسكي اللي قاعد واحد من اعظم المدربين في العالم، ده خد كل البطولات بيسنتي ديل بوسكي دوت، مفيش بطوله ما خدهاش، دوري ابطال اوروبا، دوري اسباني، سوبر، الكاس، وبعدين خدش بقى على البطولات، خد كل البطولات، خد يورو، خد كاس عالم، مفيش حد عمل اللي عمله بيسنتي ديل بوسكي. وادي اهو علاء ابراهيم فرصه من الفرص، كان متالق في هذه الفتره هذا النجم. ابتديت تخش في مرحله البراندنج ان انا ازاي ابقى فريق عالمي، ازاي ابقى فريق الناس كلها مش بس في القطر اللي انا فيه، لا ده في القطر العالمي، ان هم يعرفوا النادي الاهلي ده ايه، ان الاهلي نادي كبير ونادي بطولات و و و الى اخره. هجيب لحضراتكم نموذج دلوقتي من النماذج اللي هتبين لك الفوارق في اسلوب الاداره، لان الفكر بتاع اسلوب الاداره في بعض الانديه هو اللي بيخليها متفاوته عن الاخرى. يعني لو جينا بصينا لانجلترا، على الرغم من ان انجلترا كان اكتر دوري بيجيب عائد بس فضائي لانديته، ولكن بص حجم الاستثمار بالنسبه لفريق زي مانشستر يونايتد، وذهب ازاي الى التسويق، ذهب ازاي الى التسويق. يعني مانشستر يونايتد بعد ديفيد بيكهام هو افضل نجومه ولم يسقط، لانه جاب بعديه واحد احسن منه 1000 مره اسمه كريستيانو رونالدو. فهنا ابتدى التسويق وابتدى البالانس، والمرحله من المراحل باع كريستيانو رونالدو وخد فيه في هذا التوقيت افضل عائل مادي في الصفقات، كان في سنه 2009. فاجيب لك هذا المثل وبص للنادي الاهلي. طب مانشستر يونايتد حتى السير طلع قال لك النادي ده هو شركه وانا عباره عن جزء من الشركه. مع حضراتكم كده اللوجو ده جنب اللوجو ده يليق، ويليق مع ناس كتير قوي، ويليق مع ناس كتير قوي، وهنا الشياطين الحمر وهنا الشياطين الحمر. وعلى فكره بالمناسبه يعني انا مش من مشجعي مانشستر يونايتد، بس انا بقول لحضراتكم مثل ونموذج. حتى بعد رحيل السير اليكس فيرجسون في مرحله الاحلال والتجديد تعثر كثيرا 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 حتى يعود مره اخرى. ابتدينا نشوف مانشستر يونايتد لما جه مورينيو وطلب انا لازم بول بوجبا، ورغم ان بول بوجبا من ناشئين من اكاديميه مانشستر يونايتد، بس في هذه الفتره اطلع بقى العب على مين، ما هو في ناس عتاوله، فما كانش عنده فرصه، ما كانش عنده فرصه ان هو يلعب في مانشستر يونايتد في وجود النجوم ديت. فذهب الى اليوفي، تالق في اليوفي، ابتدى يبقى له سعر، خد الثقه، وكان ساعتها هو في مانشستر يونايتد صغير، بعدين بقى حاجه تانية، بقى بيوصل مع اليوفي نهائي فاينل تشامبيونز ليج، بياخد مع اليوفي الدوري الايطالي، ابتدى مانشستر يونايتد يطلبوا مرة تانية ويخطفوا في أكبر صفقة حدثت العام الماضي 120 مليون يورو. طب هو مشال اليوفي بكام؟ ودلوقتي طب هتقول لي بوجبا عمل إيه؟ هقول لك مانشستر يونايتد يعود إلى دوري أبطال أوروبا بعد فترة. أقول لك مانشستر يونايتد خد الدوري الأوروبي بعد ابتعاده عن البطولات الأوروبية، آخر لقب أوروبي خده كان سنة 2008. لما خد تشامبيونز ليج ايام ما كان عنده بقى كريستيانو رونالدو وتيفيز و
هجوم كبار جدا. تعالى دلوقتي بص، مانشستر يونايتد يعود الى الدوري الانجليزي مره ثانيه وبيشتري لوكاكو مع ابراهيموفيتش ومع التدعيمات. الراجل محتاج تدعيمات عشان يعمل اصلاح وتجديد، عشان يجي مورينيو يقول لك انا منافس قوي على الدوري الانجليزي. طب هاجي لك بقى هنا، طب النادي الاهلي السنه اللي فاتت بطل الدوري وكان بيعمل احلال وتجديد، وهذا الموسم بطل الدوري وكان بيعمل احلال وتجديد. إذن برضو لازم الناس تفهم أن من أصعب مراحل كرة القدم في العالم هي مرحلة الإحلال والتجديد. واخد لك نموذج تاني من النماذج اللي أبهرت العالم، فريق برشلونة الأسباني، الجيل اللي طلع مع جوارديولا في 2008-2009 واكتسح العالم، جافي وإنيستا وبويل وبيكيه وأبيدال والنجوم الكبار دول كلها، وساموليتو وطبعا ميسي. تعالوا كده نبص في برشلونه مين بيلعب منهم لحد دلوقتي، مين بيلعب منهم لحد دلوقتي، هتلاقي ما فيش غير ميسي وبيكيه وبوسكيتس، والباقي كلهم لعيبه جداد. وبرشلونه بيخسر او بيهزم في الدوري الاسباني السنه اللي فاتت، بيخسر بطوله لا ليغا، بيخسر الشامبيونز ليج، وتيجي تبص على الرد يقول لك دي مرحله احلال وتجديد. النادي الاهلي لم يحدث فيه ذلك، وهو بيجدد ما حصلش فيه هذا الكلام. انت كل سنه بتكسب بطوله، وبتكسب البطوله الاقوى اللي هي بطوله الدوري العام. البطوله الاقوى اللي بتبرز هو مين؟ يعني مثلا نادي تشيلسي السنه دي خد الدوري، هو الافضل في انجلترا. نادي ريال مدريد خد الدوري والتشامبيونز ليج، هو الافضل. وبص كده ماذا يفعل الريال عشان يبقى الريال دلوقتي بطل الليجا الإسبانية، واخد بالك؟ وانت دلوقتي بقى عندك 39 بطولة دوري، وبتهاجم الإدارة وبتهاجم الجهاز الفني. طب لأنهي سبب وإيه الدافع؟ لازم تسأل لنفسك كده، إيه الدافع؟ إيه الدافع اللي يخليني يبقى الهجوم عندي بهذا الشكل؟ أنا بكلمك بالمنطق، مش بكلمك عشان يبقى في توجه، انا بكلمك في بالمنطق. انا دلوقتي هو بجيب لك فيديو لبرشلونه وازاي الجديد ومدير فني جديد بالفيردي، وادي اومتيتي مدافع جديد. هتلاقي انت دلوقتي النجوم اللي انت حفظتهم حتى وانت بتلعب بلاي ستيشن مفيش منهم غير 2-3. برشلونه جاب نيمار وجاب سواريز في الامام جنب ميسي، انيستا بيكبر، داخلين في فيراتي. ما هو ده الإحلال والتجديد، لازم أجيب حد بنفس الليفل بنفس الكفاءة في نفس المركز، وده ما بيحصلش في يوم وليلة، وهناك بيخسر بطولات وهو بيعمل كده. ولكن مفيش الهجوم دوت، مفيش الهجوم دوت لأن مفيش توجه. دلوقتي الهجوم أنت تحس إن في مواجهة لبعض الأشخاص. طب أنت بتهاجم ليه؟ ده الأهلي فوق الجميع. والفيديو يا ريت نكرره تاني، بطلب زملائي في الاخراج يكرروه تاني، لان فيديو مهم جدا. بعد كل الكلام اللي انا قلته لحضرتك دلوقتي، انك لازم تبص وتشوف عشان تعرف انت فين، وتعرف التوجه ده والنقد ده ايه لازمته وايه فايدته. اصل الدوري دوت ملوش لازمه. ازاي ملوش لازمه؟ ازاي نقول الكلمه ديت؟ اصل الدوري ضعيف. طب اقول لحضرتك ونروح لقصة مهمة جدا، ان هذا الموسم فنيا للكابتن حسام البدري، ان انا اقعد العب في سيزون واحد 335 يوم ما انتهاش، دي من اصعب الحاجات. ولولا التدعيم اللي حدث في اللعيبة ما كانش كابتن حسام البدري بقى عنده عمق في القائمة ويقدر يواكب كل هذه الفترة من التحديات. والمشاركة في بطولات مطالب بالفوز بالمركز الأول، وأيضا إن أنا أفضل أعمل فريق يكسب بطولات وأنا بدون تدعيمات هيبقى صعب عليا جدا. ده حتى كفاية الحمل وإن أنا برجع من زامبيا وألعب ماتش غصب عني. عندي لسه كلام كتير، ولكن هطلع فاصل وأستقبل ضيفي الكبير كابتن شريف عبد المنعم نجم مصر والنادي الأهلي.
بقالنا كتير قوي كابتن فتره. سعيد ان انا معاك النهارده. ده شرف ليا حضرتك من النجوم الجمال، جمال لعبا وفنا واداء وموهبه كبيره جدا، ودايما احنا بنحب في النادي الاهلي اللعيبه اللي بيبقى عندها مواهب وعندها حلول، ودي كانت موجوده في حضرتك. ربنا يخليك يا محمد، ربنا يخليك. انا عايز اذكر مشاهدينا ان التذاكر بتاعه مباراه نصر حسين ضاي تقدر تجيبها من الموقع الرسمي للنادي الاهلي، ولو تخش على الصفحه بتاعه قناه النادي الاهلي على فيسبوك هتلاقي اللينك اللي بيدخلك على الموقع مباشره عشان تقدر تجيب تذكرتك وتحضر اللقاء وتشجع ناديك المفضل النادي الاهلي امام نصر حسين ضاي في اللقاء الاخير والجوله الثالثه للبطوله العربيه. كابتن مصر نادي الاهلي كابتن شريف، ابتدي معاك من ما انتهى اليه النادي الاهلي. النادي الاهلي بطوله عربيه بتقام في وقت صعب جدا، موسم طويل الى ابعد مدى، يعني 335 يوم واحنا لسه الموسم عندنا شغال، الدنيا كلها بره خدت بريكس وابتدت ترجع لفتره الاعداد عشان تخش على المواسم الجديده، واحنا لسه في نفس المفرمه. يعني راي حضرتك؟ لا، انت النادي الاهلي و فرق كبيره زي نادي الزمالك ونادي الاهلي وانت شاطر السنه دي، يعني مكمل دوري، بتصفي في الكاس، كاس افريقيا انت متفوق فيه وداخل دور الثمانيه. دور الثمانيه، بالتالي انت في البطولات اللي هي متاحه زي البطوله العربيه دي، اعدادات البطوله العربيه هي بس اللي هي شكلها انك انت بتعمل اعداد لفريقك بدل ما كنت بتسافر ونعمل كامبينج في اي حته بره، فدي فرصه كبيره قوي انك انت تشوف اللعيبه اللي انت ما خدتش فرصتها في نهايه الموسم اللي فات، تقدر اللعيبه الجديده اللي انت بتستحدثها زي وليد ازار والناس دي اللي جت، عايز تشوف اسلام محارب، عايز تشوف ناس كتير قوي، فدي كويسه قوي البطوله العربيه. الارتياحيه اللي حصلت بالنسبه للاعبين كلهم ان انت عايز تريح لعيبه وتشرك لعيبه وتكمل البرفورمنس بتاعت لعيبه ثانيه وتبعد عن بقى الاجواء. انا كل اللي عاجبني في كل ده وجود الجماهير في المدرجات. هي الجمهور لازم يبقى موجود يا كابتن. يعني حاجه جميله قوي، وحسيت ان الشكل اكتمل، يعني مكمل غذائي للعبه او مكمل غذائي للكره عموما في اي حته في العالم هو الجمهور، يعني هو بالزبط. هو الاساس مش اللعيبه بس. بالظبط. نقعد نتفرج على لعيبه من غير جمهور ما لهاش طعم. بالظبط. بيجيب جون ويقف وما فيش ريسيفنج، ما فيش تفاعل، ما فيش تفاعل، ما فيش اللي هو رايح له اصلا، سيبك من اي حاجه ثانيه. طبعا يا كابتن شريف انت كنت دايما بتلعب ناحيه الدرجه الثالثه وبتاع الرئيسه. دي بتفرق معاك. بتفرق مع لعيب الكوره، وخصوصا اللعيبه اللي هي لعيبه كويسه، يعني بتديها بتبقى متعور، ما اعرفش، بتنسى انك انت متعور، بتنسى كل حاجه في ظل وجود الجماهير وبيندعوا على اللعيبه وبيتشعروا. يوم حلو، ساعه ونص جميله قوي، فيها تركيز قبل وفيها حساب بعد الساعه ونص، حياه متكامله قوي بنبقى عايشينها لازم تكمل بوجود الجماهير داخل المدرجات. بالتاكيد. برضه هقول لحضرتك، مصر بتحتضن العرب، توقيت كان صعب على الانديه المصريه لان الموسم لسه متلاحم، ولكن ده قدر مصر برضه زي ما هو قدر النادي الاهلي. النادي الاهلي الكبير لبى النداء وشارك في البطوله العربيه من اجل طبعا المشاركه مع الاشقاء، حتى كان في بعض الحاجات الجميله ان شفنا فريق الهلال بيزور قناه السويس، يمكن ما كانش ده بيحصل كتير، ما كانش عندهم الفرصه ان هم يجوا يشوفوا معالم الهرمات بيطلعوا. يعني عايز اقول لك على حاجه، اي بطوله ما فيهاش النادي الاهلي ما لهاش طعم، اي بطوله ما فيهاش مصر تبقى بور، يعني ضعيفة. يعني حتى الاتحاد الافريقي اللي قال كده، وجود مصر في اي حته بيعمل التفافه واعلاميه جامده وكبيره قوي، بيعمل النادي الاهلي بيعمل حاجه سوشيال لايف، حاجه ثانيه في الحكايه. مش موجود النادي الاهلي، مش موجود نادي الزمالك، ميسنج في حاجه، في حاجه ما في حاجه مش مظبوطه، في قيمه، مش في فاليو، مش موجود في ناس العرب بيحبوا يتفرجوا عليهم. يعني لو تروح زي ما احنا عاملين بطوله عربيه بيحبوا نادي الزمالك قوي وبيعشقوا النادي الاهلي، خدت بالك؟ في دعم عربي بيننا وبين بعض دلوقتي احنا محتاجينه سياسيا. يعني البطوله دي شكلها سياسي، الرئيس بيفتتح محمد نجيب والكلام من ده، قاعده كان محمد نجيب في الصباح وبالليل مع الزعماء العرب بتتفتح. ايه الجمال ده وايه الحلاوه دي بتاعت مصر واللي بيحصل فيها، وشكل الفرق كلها بالاجهزه الفنيه. انا عايز اقول لك انا بتفرج على حاجه حلوه قوي، اكنه كاس عالم مصغر موجود عندنا اليومين دول في مصر، كاس عرب، يعني كاس عرب يعني انا بس شايفه جميع الاجواء مؤهله ومتاحه. تبص تلاقي الجهاز الفني
ناس جايه فرنسويين على على رومانيين على ارجنتينيين على بنتفرج على مدارس كور مختلفه، بنتفرج على اداءات على ناس احنا صعب قوي ان احنا يمكن الكره العالميه ساعات بتاخدنا ميسي ونيمار والناس دي وكلام بالتأكيد. ورونالدو واخدنا في الفتره اللي فاتت ان احنا بنخش بس على بطولات اسيا والحاجات دي بنتابعها بس مش بقوه اللي احنا هنا. النهارده كنت بتفرج على النصر السعودي، كنت بامل ان هو يكون الفتح الرباطي المغربي ده، انا ما كنتش بتتابعه بشكل كبير، يقدر يكسب بهذا النتيجه زي دي، ما كنتش شغال ان بس حاسس ان هي ان البطوله بطوله صيفيه اللعيبه بتاخد اكسجين فيها، يعني مش فارقه معاهم الاداء اكتر ما هم مبسوطين ان هم موجودين في الاجواء. الاعداد كويس قوي، الشكل كويس قوي، التنظيم هايل، مفيش اي شذوذ في اي حاجه خارجه عن المألوف او اي حاجه في اي حته، بالعكس الناس فرحانه والناس، والجو بتاع اسكندريه والجو بتاع القاهره بالليل بيبقى شكله حلو، التغطيه الشامله اللي بتحصل من جميع القنوات بما فيهم الاهلي بما فيهم كل القنوات المتاحه، حاجه برده محترمه ولطيفه وفيها مسج، فيها مسج ان احنا في حاجه. انا كنت لسه حاسس يعني بالظبط، انا كنت لسه هسال حضرتك في الموضوع ده، احنا وقفنا فوق جورنال دلوقتي كده وطلعنا فوق شويه بالظبط، كنت لسه هسال يعني دي ممكن تبقى رساله من داخل مصر في هذا التوقيت لكل دول العالم اللي عايز يجي، اهلا وسهلا، يعني انا بدي رساله ان انا قادر ان انا احتضن بطوله، ان الناس عندي تتفسح وتشوف كل المعالم عندي والدنيا حلوه، يعني ممكن تبقى رساله ايضا بمعنى ان السياحه تبتدي تنشط اكتر من زي كابتن شريف. هو ما يمر به المنطقه العربيه او اي حته في العالم من يعني خروج عن النص ما بيكملش كتير، يعني هي بيبقى لها كده هوجه يعني 3-4 سنين، يعني كنا بنشوف ده في فرنسا دايما نشتغل عليها شويه، فلغوا حكايه اللي عارف الباسكت اللي في الشوارع في شانزليزيه اتلغى عشان كانوا بيحطوا فيها بامبنج وما اعرفش ايه، فكل واحد بيبقى له هدف، كل واحد عايز مسج، فالمسج بتيجي عن طريق الارهاب او القوه او الحاجات دي، واللي اختلق القوة هو دلوقتي اللي بيحارب منها وبيعاني منها. فاحنا مشكلة الإرهاب عندنا دي حكاية قديمة، ياما راحوا في الأقصر وياما راحوا مش عارف فين، حكاية بس متنوعة الشكل ومتنوعة الأداء ومتنوعة النجاح. ليه مليون أب المصريين كلهم عايزين ينجحوا ويعودوا تاني بهذه البلد، بس لازم كلنا نحط ايدينا في ايدينا، لازم نتكاتف. الفشل ليه اب واحد بس، نعم، الناس اللي هي ملهاش اي لازمه في الدنيا، نعم، فاحنا ما شاء الله كلنا شايفين كويس وبنشتغل كويس، وبنطلب من الناس انها تبقى رؤساء الجمهوريه نفسها قبل رئيس الجمهوريه ما يحدد الدنيا ماشيه ازاي. كلام مهم جدا كابتن شريف. اخد حضرتك بقى للنادي الاهلي ومشاركته في البطوله العربيه، اللقاء الاول امام الفيصلي، النادي الاهلي كان مسيطر وبيوصل الى الكوره، يعني بيسيطر على الكوره بيوصل الى المرمى، ومشاركه العناصر اللي حضرتك قلت عليها اللعيبه قليله المشاركه داخل السيزون، كابتن احمد ايوب هو اللي بيقود الفريق، والفرقه في اللقاء الاول خساره 1-0 وخطا دفاعي. ماتش اتمنى اللي انت بتقوله ان احمد ايوب يتحمل المسؤوليه وان هو اللي يقود بدون تدخل اي حد. اي نعم حسام بدري هو المسؤول قدام الناس كلها وكلام ده، بس احمد ايوب اعتقد انه جه في فتره السنه اللي فاتت قبل ما يرجع حسام اللي قبلها كان ماسك فرقه لوحده حرس الحدود، ف عنده من الامكانيات ان هو يقف ويشوف وهو شغال معاهم على طول، هو مدرب واحد. مفيش تغيير محمد عن حكايه، ما هو استاذ عبد الحفيظ قاعد واستاذ معهود قاعدين انا بيشتغل على من ايام مختار التتش لغايه النهارده، اي حد موجود هو عارف ماشي ازاي. الخلافات الصغيره بقى الضعيفه اللي بتحصل في وسط الفرقه ومش عارف ايه دي دايما بتحصل لما بتعمل تغلي كده الميه والناس بتستكتر عليك. طب انت خدتني لهذا الامر وانا هسال حضرتك فيه. طبعا حسام غالي في لقاء الوحده افضل لعيب في مان اوف ذا ماتش، بيوزع اللاعب ماسك ماتش الزمالك وماتش كنت لسه هقول لحضرتك، ورغم ان هو قبليها في لقاء المصري كان في مشكله طبقت عليه اللائحه، راح دعم الفرقه في القطن في الاستاد، لعب ماتش الزمالك وكان من افضل اللعيبه. احنا لما بنكبر واسمائنا بتكبر واحنا بنبقى لعيبه كويسه قوي بيحز على نفسنا التعامل، دي بقى حته نفسيه كده في ناس بتوفق فيها وفي ناس مش فاهمه ظروف الفرقه شغاله ازاي، امال نادي الزمالك يعمل ايه؟ اذا كنت تاخد دوري قبلها بكام اسبوع والكلام، فلازم يبقى في ارتياحيه شويه وطعم الكياسه مع التعامل مع الناس.
فانا مش شايف ان لازم يكون في اي مشكله خالص. متعب عايز حد يكلمه باسلوب كويس او يطبطب عليه مثلا او يشرح له من حقه. ادي حسام غالي في اللقاء الاخير امام الوحده، اسلام محارب، جاء الجون الثاني لاسلام محارب وهو قطع، يعني يا ريت بس يعني الجون يتعاد ونشوف بس ازاي حسام غالي اتحرك. شوف شوف الزياده العدديه، بص يا محمد بص بقى كم واحد هيخش في منطقه الجزاء، هو ده اللي انا دلوقتي ثلاثة. ده ثلاثة، بص الكره دي بقى وتتلعب بقى. بص حسام بقى الجود ران اهو بتاع اللعيب رقم 8، ادي 1 2 3 4 5 خمسة. الكرة مش اوف سايد لان هو جاي من الخلف، ده الوحيد جاي من الخلف. بعدين الرؤية والتفاني والتصويبة والقرار وكل ده بلس 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 يعني في الكرة عندنا. اكتساب ثقة بقى، تعويض ما فاتك في الماتش اللي قبليه لو انت مش مفروض تخسره ابدا، يعني المفروض تكسبه 3-4. بتخسر دي عرصه صغيره من ربنا كده. يعني كنت غير موفق حضرتك، قصدك ان كنت غير موفق طبعا. مفيش تاني تحرك هنا بتاع حسام، في ارهاق نفسي دخل فيه موضوع متعب، ارهاق نفسي. انا كنت لسه هسالك يعني برضو عماد متعب مقارنه، يعني حسام غالي عمل كده والتزم ودخل في الفريق ولعب وبقى مان اوف ذا ماتش، رايك ايه في موضوع عماد متعب؟ انا بتفرج على الاعلان كده بيجي فيه متعب والخطيب وحسن شحاته والحضري وبتفرج عليه كده في التلفزيون، ده عماد متعب انت فاهمني، يعني منه للخطيب والناس لعبت في المكان ده، عملت تاريخ كبير قوي، فدي ده جوهره من جواهر الاهلي. هو ما يزعل على نفسه او يحب او يطالب ان هو يتعامل معامله كويسه، ده ما فيهاش اي حاجه وحشه. يعني ادي عماد متعب اهو الكره دي تبين لك راحت لحسام، مين عماد متعب ومين النادي الاهلي. ومين النادي الاهلي في اللعيبه دي كلها، من حسام لمؤمن لكريم نيدفيد لكله. شوف ده النادي الاهلي، دي الصوره دي، بص المدرب فرحه كابتن حسام البدري لهدف متعب، لا لارتياح نفسيه متعب، لارتياح نفسيه متعب كمان. حسام حسام يزعل لما متعب ينزل يخلص له ماتش؟ ابدا. بس بيبقى فيه، انا حتى انا متعب ده حبيبي، لو انا مسكت الفرقه بكره الصبح برضه متعب هعديك تلت ساعه دلوقتي نص ساعه لغايه لما يحصل ايه؟ لغايه اما ابقى مش قادر ما استغناش عنك. لغايه اما تيجي تاخد ماتش كده تلعب بيه وتروح جايب لك جولين اكنك بترجع تاني. يعني يبقى جاهز بمعنى ان يبقى جاهز. الظروف ساعدته. انما لما يجي عايز يلاعب متعب وبعدين يقول لك ايه، طب الاعب كوليبالي نص ساعه عشان امشيه، يروح كوليبالي جايب جونين. فيروح حاطه قدام موقف صعب قوي قدام الناس. تعمل ايه بقى؟ اتعور فيرجع، فما يرجع يروح جايب جون صعب قوي. ومتالق ولاعيب جامد جدا. طب ادي متعب برضو يعني، بس هو متعب عايز معامله نفسيه. ممكن حسام يقول له متعب الموضوع زي ما انا بتكلم كده. كده 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 ما هيتقبل. حسام قال ومتعب قال لي لا، ما هو انا ساعات بقول ان رجلي تعبانه عشان ما احرجش نفسي مش انا اللي معاه حق. طب كابتن شريف، هل حضرتك شايف ان بعض من المغردين كبروا ازمه متعب وخدت حجم اكبر من اللي هي تستحقه؟ الاعلام بتاعك الاعلام بتاعك صعب قوي. انت اسمك كبير قوي. والهدف الاول يعني الراجل ده ازاي ما يلعبش اللي جاب جون زي ده؟ انت اسمك كبير قوي والعين عليك جامده جدا ومفيش غيرك في الساحه. مفيش منافس. انت اللي بينافسك اللعيبه اللي بتوع منك بتديها لفرق تانية، هم برضو بيجي ينافسوك، ده مش حد تاني يعني. ف الاعلام دايما عايز الرننج او التايمنج اللي احنا بنعمله انا وانت دلوقتي ده، بس احنا ان بيس في سلام وبندي مسج لطيفه ومن غير اي توجه ومن غير اي احنا بنتكلم كوره، اي ادعاء في اي حاجه ان احنا بنفهم اكتر من الناس يعني. ف ما شاء الله يعني حاجه، بص ورزقه بيرجع له تاني. طيب انا عايز اسال حضرتك برضو سؤال مهم جدا، صفتك واحد من ابرز نجوم جيل من افضل الاجيال اللي جت في تاريخ الكره المصريه وليس فقط في النادي الاهلي، وابن من ابناء النادي الاهلي في الناشئين. عايز اسال حضرتك، هل من الطبيعي ان قضايا النادي الاهلي حتى لو في انتقاد وحتى لو في بعض المشاكل، واعتقد ان دي هو اكيد موجوده بس مش بالشكل اللي بتضخم، هل انها تتناقش في وسائل الاعلام وبعض الاعلاميين اللي كانوا بينتموا في يوم من الايام للنادي الاهلي بشكل كبير جدا وكثير الانتقاد، هل ده وضع صحيح؟ لا مش وضع صحيح طبعا. يعني انا النهارده
مصالح في كلها، كل الدنيا ماشيه مصالح. يعني انا النهارده مع محمود طاهر شايف شغله، وانا مع محمود طاهر ماشي كويس، انا مش ماشي مع محمود طاهر كويس، هدور على اللي هيجي بعد محمود طاهر واقعد ادي في. طب ليه ما ابصش على كارير النادي الاهلي كده من غير ما ابص على اشخاص؟ ليه ما ابصش مصالح؟ انا بقول لك بصراحه يعني ماشي، انا بقول لك حضرتك اتكلم كده بس يعني انا بسالك مصالح. عشان عارف حضرتك صريح. لا انا انا ما بخافش وما فيش حاجه تضايقني من اي حاجه، والصح انا بعمله. بس في مصالح الحياه بقت صعبه شويه، كل واحد بيدور على مصلحته، من حقه اتجاهات يمشي، اتجاه اللي يمشي هو شايف ان ده اتجاه مظبوط وصح يكمل فيه. ما كانش هيشوف قناه ثانيه. طب اقولها لك ابسط، كان مدرب بيتغير في الدوري العام من فرقه ويروح فرقه ثانيه ومن فرقه، هو نفس المدرب وبيتغير ليه؟ هو نفس المدرب وبيتغير ليه؟ ده فشل يعني. بقول لك انا بغيره انه فشل مع اسوان، فشل مع الزمالك، فشل مع وتافر. اشمعنى النادي الاهلي ما بيتغيرش؟ النعره دي مش عندنا احنا، او الطريقه دي مش عندنا. يعني السيستم والاسلوب والمبادئ هي اللي ماشيه، واللوائح والقوانين. ده في نجاح، في قواعد، في نظام، في مبادئ. يعني احنا ماشيين على اسس معينه، ما نقدرش نشذ، لان اللي هيشذ ويطلع فوق الميه بيبان، بيبقلل مع السلامه. تلاقي نفسه هو كده ما مش هيبقى له وجود. فلان فين؟ معلش. فاللي بيحصل دايما ان اللخبطه اللي بتنشر، او ناس بتدعي انها المعرفه، وناس بتدعي انها كل دي مصالح. مصالح بقى كويسه، مصالح وحشه، ما اعرفش ايه. انا ما زلت وبكرر وبعود ان الاعلام المصري اصبح جعل كره القدم والنوادي ماده خصبه ان الناس تقعد تتفرج عليهم. في حاجه تانية، هو انت شايف حد بيتكلم في السياسه في الاعلام دلوقتي؟ اللي المفروض يعني انا هقول لك ماده اتكلم فيها، ده اصبحت ان البرامج احنا ما عندناش ماده سياسيه. انا بقول لحضرتك اهو، اللي اكبر منا هم اللي بقوا بيتكلموا. أيوة. المادة السياسية أصبحت تتحدث عن الرياضة، يعني أحد الـ 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 الإعلاميين بيطلع يقول لك أصل انتخابات النادي الأهلي الرياضة هي السفير الأول للشعوب وللتعارف. إحنا لما بنروح نرفع العلم في أي بطولة هو ده السفير، ده إحنا رايحين عشان كده. طب إشمعنى دلوقتي يا كابتن؟ يعني إشمعنى دلوقتي يطلع الإعلامي دوت ويطلع يقول دلوقتي انتخابات، وهو أصلا برنامج توك شو سياسي، انه يطلع. انا بقصد الاستاذ احمد موسى بالتحديد، عشان احنا برضو هنا ما بنخافش من حد، احنا بنوجه انتقادنا زي ما انتقدنا، بنوجه انتقادنا ان لماذا في هذا التوقيت يتم هذا القول وهذا الاتهام ان انتخابات النادي الاهلي مزوره. يعني اشمعنى دلوقتي؟ طب انت ليه ساكت كل ده لو انت عندك معلومه؟ بص انا يمشي معاك في اللي انت بتقوله ده، واتجه معاك اتجاه وانقد ان عامل احمد موسى يسكت، التزم بالصمت. انا واحد فيهم، انا مش شايف اي داعي لاي حاجه. هو عشان كده انا مستغرب، هو انا مستغرب. انت فهمت قصدي انا ايه؟ يعني يوم ما محمود طاهر كسب الانتخابات ما انا كنت من الناس اللي واقفه معاه، مع ان انا محسوب على الجبهه الثانيه مش جبهه محمود طاهر، بس انا كنت مقتنع ايامها ان الجروب ده يستطيع ان يكون في هذه المرحله. وهو محمود طاهر عارف، والناس دي عارف، والخطيب عارف، وكل الدنيا عارفه. ف التوجيهات اللي بتحصل بدري دي، وكمان ما هو ده ابن الاعلام اللي انا بقول لك عليه مشوش. ما انا عايز افهم حاجه، ما دام الزق والحقن والبتاع، ما دي انت ليه مش عايز تمشي معايا وتبصم معايا؟ ما تخافش على ما انا مش ببصم معايا. انا اهم حاجه بالنسبه لي، انا اهم حاجه بالنسبه لي انا مش على راسي بطحن. انا اقول لحضرتك وانت راجل اعلامي واعد، من حقك تدافع عن نفسك، بس انا عايز اقولها لك وصدقني، هي مصالح. يخبط بالطوبه النهارده، يخطب بالبتاع، هو يبقى موجود بس. عمك احمد موسى يقولوا له كذا فيترجمها عن ثقه اللي اتقال له ده، مش ممكن واحد هيقول لاحمد موسى حاجه بيضحك عليه يعني، فاهم؟ والراجل واخدها بينقلها بالصوره ما استطعمهاش. طب ما جه محاميين ورفعوا قضايا كتير في اول ما انتخبت، ده يوم ليله انتخابات، ما كانت القضيه تاني يوم محطوطه في مجلس الدوله، ولا انت ناسي؟ ايه الفرق بين حوار احمد موسى وبين القصه دي؟ فاكر المحامي اللي عمل القضيه وما اعرفش ايه وكده، واللي يؤخذ على مجلس اداره النادي الاهلي ولا حاجه، غير انهم انقسموا. انا مش فاهم انقسموا ليه، انا ما اعرفش ايه اللي حصل حتى ان يخليهم بهذا الشكل ويقود النادي خمس افراد بس. فالنادي الاهلي كبير وعمره ما حد هيخش فيه. الخطيب يوم ما كسب محمود طاهر وحسن حمدي كانوا معاه الصبح
كان في جلسه. انا واحد من الناس كنت داخل ابارك بوز لقيتهم كلهم قاعدين مع بعض ومفيش اي حاجه. ومعرف بص حضرتك الخطيب ومحمود طاهر وحسن حمدي ناس فوق الحوار اللي ملوش لازمه. و اسم النادي بس هو اللي حلو وكبير والناس كلها بتحبه، وانا من واحد من الناس اللي احب ابقى موجود في المنظومه عشان اشارك في النجاحات واشارك في كل واحد يتمنى ان يكون في هذا البوزيشن. فما يا ما دقت على راسه بوز اللي هي ايه؟ المصالح. انت مصلحتك مع فلان النهارده عاش الملك، مصلحتك مش موجوده مات الملك. فما فوت واقرا الجورنال هتفهم على طول. انت بقيت بتفهم دلوقتي على طول، زمان احنا كنا مش عارفين. انا كنت اعرف ان فارس معجين نعمان الله يرحمه زمان وعباس لبيب دول اهلاويه، ناصر سليم ومحمود معروف دول زملكاويه. تعالوا نشوف الزملكاويه بيقولوا ايه وتعالوا نشوف الاهلاويه، والاربعه يعني جامدين جدا ويحبوك جدا. مكاوي مستكاوي يعني فاهم قصدي ايه، ناس لطيفه وليها خفه دم وليها، ويقول لك المجري ويقول لك الخطير والمعلم وترافولتا ومش عارف ايه، كانوا معيشينا في جو لطيف جدا وكان بسيط جدا وكنا بنقدر ننتج فيه. الامكانيات لما كترت والتورته كبرت والبطولات انت بقيت بتاخد بطوله وتروح اليابان دلوقتي، تخرج من اليابان على القارات ما انت بتنجح. انت بتكبر بتكبر يبقى مشاكلك التزاماتك ومشاكلك، كل واحد عايز يبقى موجود، كل واحد عايز يبقى يقول انا انا اهو انا ده فلان لما يقول لك خد قرش زياده يا لهوي بياخد كل ده. طب ما انت لو جيت انت مكانه هتعمل ايه؟ هي شويه مصالح كده رايح دماغك ما فيهاش تعدي. بس ايه عايز هو على فكره يا كابتن انا مريح دماغي بس انا مش انت الكلام مش الكلام كده. الكلام مالكش عليك انت محمد انت تريح انت دماغك الكلام المشاهد الناس تريح دماغها لا يصح الا صحيح في الاخر بالظبط. و اجري جري الوحوش غير رزقك لان دي وحوش. دايما كابتن شريف عبد المنعم لازم يدينا حاجه كده تخرجنا من المود. احنا عندنا لسه كلام كتير ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد. نادي الاهلي حديد في حديد. بحكي عليه حكايات هو ده النادي الاهلي ما شاء الله دايما كبير ودايما عظيم. بكمل كلامي مع كابتن مصر ونادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم وبارك له على نور. الف مبروك حبيبي ميرسي ربنا يخليك. كابتن شريف عايز اسال حضرتك ندخل النادي الاهلي هيلعب نصر حسين ضايل الفريق الجزائري كان فاز على فريق الوحده الاماراتي في اول لقاءاته وهزم من الفيصلي في اللقاء الثاني وداخل النادي الاهلي طبعا النادي الاهلي برضو محتاج الى الفوز عشان يضمن العبور او يكون له فرص في العبور للدور الاخر. النادي الاهلي في المباراه اللي فاتت والمباراه اللي قبليها اشرك العديد من النجوم الجداد، يعني نتكلم على الصفقات الجديده وليد ازارو اسلام محارب وايضا اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك بشكل كبير عمرو بركات احمد حمودي اكرم توفيق باسم علي حسين السيد نجوم من النجوم اللي ما شاركتش بشكل كبير جدا. شايف الصفقات الجديده ما شاء الله النادي الاهلي كمان تعاقد مع هشام محمد واحد من اللعيبه المميزين جدا 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 في خط الوسط. شايف توليفه الصفقات مع التوليفه اللي موجوده
اللي كانت القوام الرئيسي هتبقى عامله ازاي وتوقعاتك ورؤيتك لماتش مصر حسين بقى؟ والله الشكل جميل جدا من اللعيبه اللي جت الجديده دي، بس هي في حاجه لطيفه هتحصل نقرزها بقى. انت عندك احسن حاجه عندك نص الملعب، اللعيبه اللي جت دي نص الملعب الجديده صغيره السن بوجود اجوال زي ما انت شايف بالشمال وباليمين وعايزين يحاربوا ان هم يبقوا موجودين مش زي اللي جم وقعدوا قبل كده. فانت هتخش بقى في ايه؟ مؤمن زكريا مع وليد سليمان مع حسام مع حسام عاشور مع عبد الله السعيد، عبد الله السعيد مع في حد جانا من الشيخ كيه؟ احمد الشيخ رجع من الاعاره، رجع الشيخ اتدرب كمان مع طيب يعني انت عندك فرقه تانية جت هنا بقى بيبقى عندك مشاكل وعندك ميزه ان في كل مكان عندك ثلاثه. دي الميزه، دي الميزه ان عندك وفر. الناحيه الثانيه ان اللعيبه المصابه هترجع تجري جري دلوقتي زي حمودي وما فيش، هيحافظ على نفسه طبعا عشان يبقى وليد نزاره بالزفه اللي جات له الكبيره دي كلها هيضطر انه يبقى له جود. طب فين عمرو جمال ومتعب وجايه؟ وفي هنا بقى انك انت فعلا بيبقى شكلك شكل بطولات، اسماء موجوده، التنظيم بقى الاحلال والتبديل والدخول والخروج هيبقى سهل عليك. الناس ما باينه اهو، الراجل حمودي بص واخد الكوره، ده حمودي واخد الكوره وهنا الرسو، وده ده كريم ندفت، وكريم ندفت حظه مش ماشي، حظه مش ماشي لازم يروح يذبح. الشكل ده شكل طمع في وجود في احراز اهداف وهو المطلوب. شوف كم واحد عايز يخش منطقه 18. نعم. ها؟ في ناس جايه من ورا وناس من ورا، واحد بياخد قرار وبيشوف ماشي لغايه فين. كل ده ها؟ في رحف نفسيه، يعني عنده قابليه ان هو عايز يلعب، عنده رغبة، اسم كبير وعنده رغبه، رغبه وجود. والنجاح بيولد نجاح، الفوز بيولد فوز. لما جرى لك بس حاجه صغيره كده مع نادي في اول بطوله عربيه شكلها مش حلو، انك انت تتغلب او تفك 3 نقاط، النهارده لازم تكسب نصر حسين داي، نصر حسين داي، وفرقه مش قليله برضه، فرقه الفرق الجزائريه دايما بتبقى صعبه ما بتبقاش سهله. وعدم وجود النادي الاهلي في اي حته باظت البطوله. نعم. يعني خلاص بقى يمكن بنسميه ايه، البهارات ابتدت تخش في البطوله، الفرقه ابتدت تبان. انا بتفرج على السودان امبارح مريخ بيتاخر وبيعود للمباراه وبيمسك المباراه من الهلال، خدت بالك؟ ودي فرقه كبيره قوي. النهارده النصر السعودي بيجري وادي انه معاه فرقه جامده قوي، فتح الرباط، خلاص بقى الحكايه ما بقاش فيها هزار بقى، ابتدت تخش في مراحل، ما بقاش فيها اسماء بقى. نعم. بقى فيها اداء داخل الملعب. نعم. وادي هزار وهو بيتحرك وبيستلم وهيعدي منه وهيعدي كمان. لعيب كوره بقى، لعيب كوره، فرد منتخب برضه، ودي كريم بقى اللي انا بقول عليه لازم يذبح عشان لسه غير موفق، هو بقى له فتره بيحاول بيرجع، لكن وبرضه هو كمان وغير كده يا كابتن لسه سنه صغير، والصنفره لازم هي دي اللي بترجعه تاني، والموقف ده يشوفه مره واثنين وثلاثه، وبعدين لما يشوفه تحت ضغط غير لما يشوفه في تقسيمه في النادي، وغير يكون ماتش يعني هي اللي جنبه مش هيخاف عليه، انما في التقسيمه اللعيب اللي جنبه هيخاف عليه، هنا لا لازم يشوف الاداء القوي ده ويشوف الدنيا فيها ايه. تأكيد هتبقى إضافة كبيرة. فالإضافة اللي حصلت الحقيقة في اللعيبة اللي جت أنا أشوفهم كويسين قوي، شايف إن في على الخط لعيبة تانية هايلة. اللي أنا عاجبني بقى في النادي الأهلي إن بقى في قناعة. المصاب مش خايف، يعني مش ما بيرجعش بسرعة عشان في غيره يقدر يحل المحل ويقدر، ودي حاجة ده شيء يحسب للإدارة، ده شيء يحسب للفرقة كلها وللإدارة. نعم. والإدارة طبعا، إن أنا أوفر والتسويق وأوفر يعني. والعين اللي بتقول ده يجي وما يجيش. نعم. فدي حاجة بلس يعني، أو زي ما احنا بنقول ادي حسام غالي، حسام غالي الكرة في العارضة، الكرة بدماغه في العارضة، هو مميز في ألعاب الهواء الصراحة طول عمره يعني. هو مميز في كل حاجة، لعيب جامد جدا، موفي ستار في الملعب يعني. طبعا. ف ما تستكتروش علينا النجاح، لان احنا ناس بنشتغل عشان ننجح، النادي الاهلي بيشتغل عشان ينجح، ما تستكتروش علينا. انا هاخدها عنوان دي، هاخدها عنوان، يا ريت يعني بتيجي الكلام بيجي من القلب يعني. طبعا عشان كده سعيد بان الاجوال عايز اشوف احمد عادل بقى برضو بيلعب، خدت بالك؟ بص حمودي ده لو سليم ها
بيبقى من اقوى اللعيبه اللي موجوده في مصر. هو اضافه كبيره جدا. انا عايز اشوفه في المنتخب. نعم يعني هو من اقوى يعني. احنا عايزين نشوفه في المنتخب بس يحافظ على نفسه. وهو بس مشكلته انه عنده اصابه. يعني عشان ساعات بيستعجل. انا اللي مستغربه انه صالح جمعه مش موجود مع الفرقه دي. لان ده من اللعيب اللي محتاج يلعب كتير قوي. واضافه لنفسه يعني دلوقتي انا محتاج ان هو اضافه لنفسه. تثبيت قواعد يبقى موجود في الملعب يعني. وكويس انه تصنف ان هو من الناس اللي هي تستريح يعني. بالتاكيد. كابتن شريف نورتني وكنت سعيد بوجود حضرتك معايا. اتكلمنا في حاجات مهمه جدا ودايما ما تستكتروش علينا النجاح، الاهلي بيشتغل عشان ينجح. ده اهم عنوان. ما عندوش مساحه تانية غير النجاح. كنت سعيد بوجود حضرتك معايا ودايما تكون منورنا. كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم كان منورنا النهارده وبيتك طبعا قناه النادي الاهلي. ميرسي يا محمد. ميرسي. لسه مكملين فقرتنا مع حضراتكم، ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حديث لحديث. اهلا بكم من جديد مشاهدينا ونكمل كلامنا وفقراتنا في استاد الاهلي في هذا اليوم. في البدايه طبعا برحب بضيفنا الكبير الناقد الرياضي الاستاذ خالد العشري، منور النهارده يا استاذ. ده انا اللي بتنور بيك يا استاذ محمد، فرصه سعيده جدا ان انا معاك. من زمان وعايز اطلع اعمل حلقه معاك، فالحمد لله ربنا دايما يعني بيستجيب لي دعايا في الحاجات اللي زي كده. شرف ليا يا فندم. الله يخليك. اشكرك. ناخد حضرتك سريعا. الاهلي بيشارك في البطوله العربيه، مصر تحتضن الاشقاء العرب، كان دور مهم جدا النادي الاهلي ولباه في الشراكه العربيه، وده توجه الدوله المصريه في التوجه مره اخرى الى لم الشمل العربي، ودي حاجه من الحاجات المهمه. وعلى مدار التاريخ كان حضرتك عاصرت طبعاً حاجات طبعاً مهمه طبعاً جدا طبعاً في هذا الشان، ولكن النادي الاهلي بيدخل البطوله العربيه العديد من المشاكل في الموسم الطويل، ولكن لبى النداء وشارك في البطوله العربيه. وجهه نظرك عن شكل البطوله العربيه حتى الان. والله هي بسم الله الرحمن الرحيم، هي بطوله يعني بنقسمها لجزئين زي ما قلنا، جزء سياسي والجزء الفني. الجزء السياسي في المرحله الحاليه مهم جدا 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 خلال الاحداث اللي احنا عايشينها. لماذا؟ لانه من 25 يناير ولما تكشفت بعض الامور في محاوله ضرب الوطن العربي او تفتيته او تقسيمه، بغض النظر عن الثوره عشان ما حدش يقول ايه ده اتخلعت من الثوره، لا بتكلم في جزئيه ثانيه، لانه دايما هتلاقي في كل حدث اصحاب نوايا حسنه ثم ناس بتنطلق وتتوغل كده وتندث وتتوغل علشان يعني تعمل جانب سيء في اي حدث مهما كان كويس. فانت في الفتره اللي فاتت كان في حاله ارتباك وحالة شد وجذب، فانت بتدور على اي وسيلة تحاول تجمع بيها العرب من جديد. طبعا هو يعني عيب ان احنا نقول ان الرياضة فقط هي التي تجمع العرب، هو عيب ان احنا نتكلم عن الرياضة، لكن مش عيب انها تكون جزء مهم جدا في جمع شمل العرب، بشرط ان يكون هناك ضوابط واسس ونظم نضمن بيها انه فعلا هيحصل وحدة، مش هيحصل مزيد من الانشقاق. لان انت عارف كرة القدم ان لم تكن جاذبة بقوة فهي مفرقة باكثر قوة. بس هقول لحضرتك ان في جانب مهم جدا، تواجد الاخوة الاشقاء في مصر، يعني هفضل اقرر زيارتهم. لسه هكمل بقى كلامي. نعم. بقى حاليا انا احساسي في هذه البطولة، انا حضرت البطولات اللي قبل كده، اعتقد انه في شيء ارقى من قبل كده. يعني عندي احساس بارتياح لبطوله هذا العام عن بطولات سابقه. في تقارب. ليه؟ لان المرحله كمان سبقها تقارب سياسي. نعم. وازمه مصر وازمه العرب مع قطر قربت العرب اكثر من بعض. نعم. يعني شفت حضرتك القوه والتماسك اللي حصل فجاه داخل المنظومه العربيه. فمش عايزين نروح بعيد، نروح للسياسه. نعم. نرجع بقى للبطوله العربيه. الانشقاء السياسي خلصنا منه انها بدات تحقق الهدف، وشايفين في الملعب حتى شكل المباريات ماشي بشكل اخوي، بشكل لطيف، بشكل هادي، ما فيهوش عنف، ما فيش حده، ما فيش عصبيه كرويه فقط. الشق الرياضي احنا لسه ما دخلناش في سكه ان البطوله، ما رجعناش لزمان، ان البطوله اصبحت بطوله شبه رسميه، في صراع على لقب. توقيتها نفسه مش توقيت تقدر توظف فيه كل الفرق
انها تلعب على اللقب زي النادي الاهلي. النادي الاهلي في مصر لحد قبل الدوري ما يخلص خمس ست سبع اسابيع معظم الناس الدوري ما كانش عايز يخلص. الدوري مش عايز يخلص، الناس بتقول له ايه؟ ريح لعيبتك الاساسيه، خد نفس، حرام عليك المنتخب اللي 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 الراجل طبعا له منظور غير المنظور. نعم. خلص يعني فكرته وبعدين بدا يعمل اللي المفروض الناس بتطالبه بيه من زمان، لكن جه وقته السليم. انت حضرتك تقصد كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري نعم. شغله مع النادي الاهلي. طيب انت النهارده بتقول انه النادي الاهلي بيستهين بالبطوله العربيه، ايه اللي كان المفروض يعمله النادي الاهلي وما عملوش؟ النادي الاهلي مشارك بفريق كبير، الخسارة الأولى على فكرة خسارة عادية جدا جدا جدا، أنت طبعا مش بتلعب بالفريق الأساسي، إنما الفريق اللي أنت لعبت بيه سهل إنه يخسر من الفيصلي على فكرة، برغم إنك أنت كان لك اليد الطولة في المباراة. كنت الأفضل، كنت المسيطر أكثر وصولا للمباراة. لكن فنيا في بعض النواقص فرضت عليك من خلال رؤيتك أنت، أصل هي القصة إيه؟ عشان نجيب من الآخر. أنا كمتفرج ليا رؤية وأنا كمدير فني ليا رؤية تانية خالص، أنت لما تبص من منظورك هتشوف حدث وتشوف رؤيه، وانا ببص بشوف حاجه تانية خالص. انت برضو كمتفرج عايز الاهلي يلعب بالفريق الاساسي، عايز يكسب كل الماتشات، عايز يقدم اقوى العروض، وانا لانك بتبص تحت رجلك، لكن انا كمدير فني انا بص لبكره وبعده والسنه الجايه واللي بعدها، فبجهز لك فريق، لان انت اللي بتطالبني ان ناخد البطوله العربيه ماخذ الجد واشرف كل اللاعبين واحقق انتصارات، لو انا وقعت بعد البطوله في بطوله افريقيا هتقول لي ما انت عكيت، انت كان لازم تريح لعيبتك في البطوله العربيه، فانا لا يمكن اسلم ودني ولا عقلي لاي حد من المتفرجين. متفرج يقول رايه ويشجع واحترمه واسمع رايه، لكن في النهايه القرار قراري، زي ما كان الكابتن صالح سليم يقول لك الجمهور ما يمشيش نادي، لكن لازم اسمع للجمهور واحترمه كل حاجه، لكن انا كراجل مسؤول ليا وجهات نظر مختلفه. فالنادي الاهلي انا شايف حتى ان هو ماشي بشكل كويس في البطوله العربيه احسن من فرق كتير، يعني النصر السعودي ده فريق مش قليل، اما يخسر النهارده من الفتح المغربي 4-0. نعم. النصر السعودي مش واخد البطوله ماخذ الجد، ثلاث اهداف في شوط واحد كمان. الزمالك معرفش عامل ايه دلوقتي حتى هذه اللحظه، متاخر بهدف امام الاهلي اللبناني ومتعادل الماتش الاولاني، يعني هو بيعلن شكلا كده خروجه من البطوله. هل الزمالك مش واخد؟ بالعكس، ده احنا لو بنقول بقى فرقه واخده البطوله ماخذ الجد يبقى الزمالك اللي بيدور على لقب، لما يخرج على النهارده هذا الموسم. نعم. لما يخرج هقدر اقول الزمالك مش واخد البطوله ماخذ الجد؟ لا، كل نادي يا جماعه لو تصوروا، وانا بطالب جمهور النادي الاهلي تحديدا اصبر بقى واهدى، لان الفرقه بتاعتك ماشيه بشكل كويس جدا. انت يكفيك فخرا كابن نادي الاهلي او مشجع النادي الاهلي ان في فرقه بتلعب في الملعب، وفي فرقه قاعده على الخط، وفي فرقه بره خالص. ده بالنسبه لك انجاز. البطوله العربيه بالنسبه لي انا كراجل اهلاوي، انا كمدير فني، انا كحسام البدري، لا انا عايز اطلع منها عارف مين قاعد معايا، مين مكمل معايا، مين هيديني السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها. في لعيبه لازم اجهزها كابتن علشان انا داخل على ماتش افريقي مهم جدا يعني. واللعيبه دي ما كنتش ممكن اقدر اشوفها في مباريات بصيغه الرسميه، ولكن هي مش رسميه قوي الا في البطوله العربيه. بصراحه هي يعني هي بطوله كده جايه للوظيفه دي، التعبير اللي انت قلته الجميل ده، اللي هي مش وديه ولا رسميه، هي بين البنين. بين البنين. فتديك فرصه انك انت فعلا الضغوط ان انا اقدر اشوف الكواليتي او الفاليو او فعلا القيمه بتاعه اللاعب اللي لم يشارك كثيرا. بالظبط. واللعيب اللي انا لسه جايب واحد زي ازارو، اعتقد من دون البطوله العربيه كنت هضطر ان انا اعمل ماتشات وديه. اه طبعا. والماتشات الوديه برضو الود ما بتكشفش. الود هي بتكشف طبعاً. بس مش كل شيء. لا يعني والله يا كابتن حته المنافسه والنفس في الماتش الرسمي تختلف تماما عن الماتش الودي. بالظبط. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان في لعيبه انت محتاجه تلعب ماتشين ثلاثه اربعه دلوقتي زي حمودي عشان تبقى رجليه في الملعب. تبقى رجله في الملعب. حمودي ده يعني بسم الله ما شاء الله، انت لو كسبته من البطوله العربيه ديت، انا لو انا حسام البدري اقول لك انا كسبت حمودي، تقول لي ما كسبتش البطوله العربيه، اقول لك انا كسبت احمد حمودي. كسبت عوده حمودي. كسبت طبعا عوده احمد حمودي. نعم. كسبت عوده او اندماج اسلام محارب. محارب. لسه هسال حضرتك على الصفقات الجديده، بس هنكمل يعني اكمل مع حضرتك. كسبت بالظبط. كسبت وليد ازارو، الولد بسم الله ما شاء الله فجاه اندمج في الفرقه. لا لسه ما اتمرنش الا كام تمرين. ده انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، يعني دي يمكن في التدريب صعب جدا ان انا لاعب بقى له فتره ما اتمرنش وما شاء الله بهذه الجاهزيه. بسم الله ما شاء الله. انا اقول ما شاء الله بيخش في الاندماج، يعني حتى كان في حوار ما بيني وما بين احد الضيوف فكان بيطالب بمشاركه ازارو، فقلت هو لعب كام ماتش؟ لعب كام تمرينه؟ لا هو بقى له فتره
فان هو يبقى بهذه الحاله ده شيء هو عنده وعي فردي وجماعي وتكتيكي غير عادي. انا شفته في كام ماتش بصراحه في المغرب مع المنتخب المغرب. لا هو لعيب حابب الحدوته، ولما تبقى حابب حاجه بتتفاعل عنده بسرعة. عنده هدف. انت شفت الكام باص اللي عمله؟ نعم. ده ما بيدورش على نفسه، ده بيقول انا لاعب متكامل. اللي خدها اكتر من مره، اتحرك على الجنب اليمين. كنت لسه حتى بتكلم مع كابتن شريف عبد المنعم، قال لي بص هو رقص ازاي وبص أيوة. فين وعمل باص. سيبك من الباص اللي عمله، تمام. شوف تحركاته لو الكره مش معاه. نعم. في كره راح بيها عمرو جمال من ناحيه اليمين. نعم. اللي شاطها. اتفرج على وليد ازارو كان فين، كان مستنيها تجيله عشان يبقى هو والجون. شوف تواجده لما استلم اكتر من كره كان فين، حتى اللي لعبها بدماغه وما وفقش فيها. يبقى الراجل بيتحرك بالكره صح، ثم بيمرر صح، بيتحرك من غير الكره صح. حاسس يا كابتن يا فندم، معلش انا اسف. لا اتفضل يا كابتن، احنا بنتكلم كوره يعني. انا بتكلم تحس انه خفيف جدا، ودي حاجه من الرشيق يعني. دي من اول الاحاسيس اللي بتجي لك وانت بتتفرج، ايه ده اللعيب ده رشيق، اللعيب ده عنده مرونه جدا، عنده مرونه طبعا وسريع. على فكره هيدرز كويس جدا جدا، وده هيبان. وانا على فكره مش من النوع اللي هو بتفائل قوي باللعيب اللي اول ما ينزل يجيب اجوان. انا بخاف. ليه؟ لانه ممكن يبقى ما انتش عارفه فيفلت مرتين ثلاثه، يخطف لك جونين ثلاثه، وبعد كده لما يتعرف يتراقب يموت. وليد عنده ميزه اللي انت قلتها من شويه، حركته السريعه ورشاقته، بحيث انك انت حتى لو راقبته هتلاقي له حته اعلى فيها من المدافع، عنده خطوه هتلاقي سابق بيها المدافع. فيبقى انا كسبت زي ما قلنا وليد، كسبت عوده حمودي، كسبت عوده اسلام، اكرم توفيق. اكرم توفيق هيبدا يدخل، واكرم ده على فكره ان شاء الله هيبقى اساسي السنه الجايه باذن الله اكرم، لان اكرم طاقه غير عاديه. وعلى فكره انا شخصيا ما كنتش شايف اكرم قبل كده، يعني يمكن ما شفتوش لما لعب الكام ماتش لعبهم مع الاهلي، الدقايق اللي لعبها مع الاهلي ما كنتش مركز معاه. كان متالق جدا في ناس كتير جدا، لكن للامانه انا ما شفتوش يعني، ما خدش بالي منه، لكن لما شفته في الدقائق اللي لعبها مع الاهلي. اذا البطوله العربيه اصبحت واجهه بتكشف وبتقدم. ترجع لي باسم، باسم علي باك الظهير الايمن. بتاكد ان صبر الرحيل ممكن يلعب، وحسين السيد بجيبه من بعيد. نعم. عشان يلعب. تمام. بتاكد ان حسام غالي حاليا ممكن يكمل لي البطوله، ما اعرفش ايه ممكن يكون خطوه النادي الاهلي معاه ايه، لكن في حاجات كتير انا اخرج بيها كمدير فني اهم من اللقب. ومع ذلك البطوله لسه في الملعب، يعني النادي الاهلي مش عشان خسر ماتش، او انا كمتربص بالنادي الاهلي اقول لك مستهتر بالبطوله ومش مستهتر بالبطوله. لا، انت عشان ليك نوايا معينه، اما انت متفرج حماسي ومندفع، او حد قاعد متربص بره بتدور على اي سقطه النادي الاهلي تعمل بيها مشكله مش متواجده اساسا. واحنا بنقول لك اهو النادي الاهلي اللي هو بطل الدوري، اللي تاهل لدور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا، اللي تاهل لقبل نهائي كاس مصر، اللي ماشي في البطوله العربيه بشكل مش وحش. ما يصحش ان احنا نتكلم على انه يعني مستهتر او مش مستهتر بالبطوله العربيه يعني. هو بيبقى النادي الاهلي دايما محدد في ازاي انا باخد البطوله مهما كانت البطوله، يعني بطوله الدوري النادي الاهلي كان محدد. انا بدعم نفسي داخل العب بطوله الدوري بالزبط. فمحتاج تدعيم معين بالزبط. محتاج جهاز فني بمواصفات معينه بالظبط. مش اي حد برضه يمسك الاهلي يا استاذ خالد، طبعا دي حاجه مهمه جدا. طبعا يعني الناس فاهمه ان الموضوع سهل، زي مثلا ما يقال اي حد يمسك برشلونه ياخد بطوله. لا اي لا حد لا يمسك لا الاهلي ياخد لا بطوله لا ده لا شيء لا خاطئ. لا يا فندم، ده منظومه فنيه للنادي الاهلي مختلفة عن أي نادي في مصر. ده لعيبة وإدارة فنية ومجلس إدارة وجمهور. أربع عناصر، لو واحد فيهم وقع وعمل خلل ما تاخدش بطولة. ما تاخدش بطولة. لأن كله بيعوض بعضه. وبعدين أرجع للجملة اللي أنت قلتها في الأول، يعني لن يكفي يعني هؤلاء إنه النادي الأهلي قرر المشاركة في البطولة برغم الظروف اللي بيمر بيها. ولو افترضنا إن النادي الأهلي ضحى واشترك بيها سياسياً، هو ده مش كفاية؟ طب لو الاهلي النهارده قال لك انا مش معترف بالبطوله دي ومش هشترك بيها، انت هتكلمه في ايه؟ هتحترمه في وجهه نظره الفنيه ولا هتخش له من الزاويه السياسيه؟ هيخش من الزاويه الثانيه. اذا القصه قصه تربص ومش قصه قناعه فنيه او سياسيه او غيره يعني. طب هوصل لحضرتك لان برضو الموضوع ده مهم، وانا حتى ابتديت برنامجي النهارده في هذا السياق. ان النادي الاهلي عليه هجوم غير مبرر وغير موزون وبدون اسباب واضحه. في حقائق بين زي الشمس، ان واحد بطل دوري كابتن حسام البدري بيهاجم، بشتري لعيبه مجلس الاداره بيتهاجم، بدعم فرقتي برضو بهاجم، واكسب الزمالك المنافس الرئيسي افضل الفرق المصريه للناس هناك بتقول انا عندي احسن لعيبه في مصر، النجوم بتاعت الزمالك، النجوم المحللين
يقول لك نادي الزمالك في احسن لعيبه في مصر. فمكسب الزمالك رايح جاي 2-0 يقول لك لا ده انت كان المفروض تكسب 6. انا بشكرك على انك انت وضحت الكلمه اللي انا قلتها يعني يعني نقول ايه فنطها كده جمله جمله، وانا بقول لك انها القصه قصه تربص، لانه كمان وانا قلت هنا قبل كده هو انا بنقول كلام حضرتك هو لقاء الزمالك انتهى بفوز العهد اللبناني 1-1 لا شيء اعتقد. خلص يعني؟ خلص كده. لانه الزمالك مستهتر بالبطوله العربيه. طب حد فيهم يقدر يطلع يقول لك على الزمالك النهارده انه مستهتر بالبطوله العربيه؟ حد يقدر يقول الجمله ديت؟ استحاله طبعا. خلينا كده واقعيين، استحاله حد يقول الجمله دي. خلينا ايه؟ نخرج من انه الهارد لاك لنادي الزمالك كفريق مصري، كفريق مصري نتمنى يشارك في البطوله العربيه ونتواصل، وكنا نتمنى انه يخرج من ازمته ويعمل نتيجه كويسه، علشان برضه في لعيبه في منتخب مصر، والمنتخب اللي هو اهم من اي حد، محتاج كل ولاد مصر لعيبه واعلام وجمهور وكل حاجه. فنتمنى ان شاء الله يخرج من هذه المشكله سريعا. لكن نرجع لموضوع النادي الاهلي، وانا بقول لك قصه التربص ليه؟ لان انا اتكلمت هنا على مساله حسام البدري، بقول لهم يا جماعه حرام عليكم، حسام البدري المدرب الوحيد المصري ده، احنا النهارده فريق المصري مع شديد حبي واحترامي لحسام حسن كاخ وصديق وعشره عمره وكل حاجه وككفاءه، انما النهارده بص يا كابتن، الفريق المصري خسر كم مباراه وتعادل كم مباراه، والناس تقول لك احسن مدرب في مصر السنه دي حسام حسن. هو وما قالوا ايهاب جلال سم حسام حسن وايهاب جلال. طب ما يا جماعه هي الحسبه بتيجي بايه؟ ما اعرفش، بتيجي كده عاطفه بالحب والود، ولا بتيجي بارقام؟ طب الراجل اللي ما خسرش ولا ماتش في البطوله ده سميه ايه؟ لا وكسبهم، اللي كسب الفرقتين يعني انا كسب مره وتعادل مره مع الفرقتين الكبار دول. انا برضو بالذات في مصر المقاصه والاهلي، لان الاهلي كسب مصر كسب وتعادل يعني خد منه وتعادل في الماتش اللي ما كانش عايز منه غير التعادل، ما كانش عايز منه غير التعادل، والمصري كسبه في الدور الاول وتعادل معاه في ماتش ملوش لازمه والزمالك كسبه ذهاب وعوده. عشان بس في نقط اتفضل انا عايز اخدها واحده واحده، مش عايز اتفضل لا على ميلك انا معاك، لان موضوع انا بكسب الزمالك الدور الاول وبكسبه الدور الثاني تمام، وانتقد ان انا ما كسبتوش 6، وبعدين اكسب مصر المقاصه وتعادل واخد الدوري بدون هزيمه واكسب كل منافسيني بمن فيهم سموحه لو هحطه تمام، وما باخدش احسن لقب مدير فني. ده نضيف لكده بقى يا كابتن ايه؟ ان زي بقول لك المدرب الوحيد الذي انهى الموسم ولديه ما يقرب من 30 لاعب جاهزين للمشاركه بصفه رسميه وبصفه مؤثره جدا. انت مع نهايه الموسم بتكتشف ان عندك جوهره اسمها صالح جمعه تقدر تشيل فريق النادي الاهلي، وبتكتشف فجأة ان عندك، انا هاخد من حضرتك صالح جمعة اتفضل، ولقاء المصري اللي النادي الاهلي لعبه بعد لقاء زناكو كان لسه جاي تمام، واضطر انه يشارك الفرقة اللي ما بتشاركش بفرقة اساسية انا بقول لحضرتك وظهرت وكان بلاعب النادي المصري في افضل حالاته مع كابتن حسام حسن طبعا، وده قلتها طبعا، وشيء يحسب كابتن حسام حسن ما فعله مع النادي المصري في هذا الموسم، ولكن رغما عن ذلك شخصية صالح جمعة بانت في هذا اللقاء، فرضت نفسها في هذا اللقاء، مش مجرد الجون اللي جابه لا الحدوده بتاعت الماتش بالظبط، احساسه وهو بيلعب، احساسك باحساسه وهو بيلعب تعرف ان ده حاجه تقيله. انت بتكتشف في اخر المباريات ان حمودي زي ما بقول لك عندك ايه ده، تكتشف ان عندك عناصر لا في النادي الاهلي مين بينهي الموسم وعنده هذا الكم من اللعيبه. انا اقول لك ليه بقى كابتن الحركه دي حصلت، لان اصحاب الابواق والاصوات العاليه، الناس اللي هي بتطلع تتكلم عشان تقيم او تقول فلان وعلان، هي اللي مسيطره على الميديا، هي اللي مسيطره على برامج التوك شو، سين وصاد وعين، مش هنقول اسماء، الناس اللي هي بتصنع هذه الحاله. يعني هو مش شايف مثلا ان لا مش شايف ما بيحصلش في اي مكان تاني في العالم ان زين الدين زيدان بيكسب الدوري الاسباني وبيكسب دوري ابطال اوروبا ويتقال مثلا على مدرب تاني في المركز الثاني او الثالث هو افضل مدرب؟ استحاله في اي حته في العالم، اي حته في العالم. اصلها يا فندم التقييم موضوعي بالورقه والقلم، احنا عندنا تقييم عاطفي. يعني جمهور النادي الاهلي لما بيحسب حسبته مع اللعيبه اللي في الفرقه حاليا بيحسبها حسبه عاطفيه، وانا ساعات انا كخالد العشري ساعات بنزل لمستوى المتفرجين كانسان، انا بني ادم وبتعاطف اخر مشجعين برضه تمام كده، بتعاطف مع بعض اللعيبه، لكن لما بخرج من هذا المشهد وادخل في مشهد المسؤول بلاقي القصه تختلف. نتكلم بخصوص مين مثلا؟ تقول لك حسام غالي، عماد متعب، واصل والحكايه والرؤيه، يا سيدي الفاضل وانا قاعد في مقاعد المتفرجين هقول له حسام البدري يا كابتن حسام لاعب عماد متعب، لو انا نزلت وقعدت مكان حسام البدري
يعني انا الاثنين قاعدين جنب بعض وبنقولها. لو انا نزلت مكان حسام وسمعت اللي جنبي بيكررها تاني اقول له يا عم اسكت، برغم ان انا كنت بقولها معاه فوق، لانه يا جماعه المسؤوليه بتختلف، العمليه اللي بتمشي بالحسابات بتختلف عن الهوى، واللي على موقع المسؤوليه لازم يحط في اعتباره. ده هدف صالح جمعه في ماتش المصري. لا صالح ده دقيقه كام؟ دقيقه 86. صالح ده شوف قصه. شوف الشخصيه، انا اقول لحضرتك شوف الشخصيه. والنادي الاهلي على الرغم من نواقص ذهب كثيرا الى المرمى، النادي الاهلي كان مسيطر على الجيم على الرغم من النواقص، على الرغم من الاجهاد. برضو انا هقول لحضرتك ان في فرقه من الفرقه ديت هم ما كانوش ما شاركوش في زناكو، بس قعد 9 ساعات ولا 13 ساعه طيران طبعا، وفي ساعه بيولوجيه، وانا جيت امتى طبعا، وطلعت على برج العرب امتى طبعا طبعا. لا ما حدش خد بالك، محدش يتكلم على ايه يا استاذ الناس خالد. انا هقول لحضرتك الحاجه، انا طول عمري كنت بتكلم على المساله ديت وعامله لي ازمه، يعني القصه دي عامله لي انا شخصيا ازمه، اللي هي اختلاف مواعيد التدريب، وامتى انت بتعلى بالتدريب وتنزل بالتدريب بتعلى بالتدريب وتنزل بالتدريب. ده عايزه حلقات. دي حاجه للاسف الشديد لا تحدث الا في مصر، عشان كده اللعيب عندنا دايما منهك وتعبان ومصاب وحالته النفسيه متدمره وحالته المعنويه متدمره بسبب ده. انت بتتكلم في ناس كتير تسمع فقط الساعه البيولوجيه، لكن ما حدش فيهم يعرفها، ما حدش فيهم يعرفها انه جسم البني ادم فعلا مظبوط على توقيتات معينه بيشتغل فيها، لو غيرتها بيحصل فيها ارتباك غير عادي وخلل. الناس اللي بتسافر كتير بقى اللي تحسها، يا راجل ده احنا بنسافر جوه البلد، جوه مصر، اسكندريه مثلا او بقى نوصل بنحس ان احنا عايزين ننام يومين ثلاثه عشان نبدا نستعيد قوتنا وحيويتنا ونشاطنا من تاني. فنرجع بقى لموضوعنا، بنقول من جديد انه قصه التربص يا جماعه وقصه اللاوعي وقصه العاطفه في التقييم قصه ظالمه. اما تيجي النهارده نقول كابتن اللي هو مدرب المقصه ايهاب جلال احسن مدرب، ايهاب جلال مدرب كويس، لكن ما تقوليش احسن مدرب، احسن مدرب هو من اخذ البطوله. لا نبخس كابتن ايهاب جلال، انا بقول لك اهو مدرب عظيم، مدرب عظيم جدا، برضه من المدربين اللي عمل نتائج كويسه، عمل اداء كويس. وخد بالك يا كابتن، خد بالك يا استاذي، المقصه بها لاعبين افضل من لاعيبه كتير في النادي الاهلي الموسم اللي فات، وبها لعيبه تصنع الفارق لم تكن متواجده في النادي الاهلي. النادي الاهلي لاول مره في سنواته يغيب عنه لاعب واثنين وثلاثه واربعه ممن يصنعون الفارق، لاول مره ما يبقاش فيها بوتريكا ولا فيه بركات ولا فيه عماد متعب تاريخه متشارك بشكل كبير بالظبط، ولا فيه فلافيو ولا فيه محمد شوقي ولا فيه حسام غالي في شبابه ولا فيه عماد النحاس، من غير زعل في لعيبه متواجده عظيمه، لكن الجيل التاريخي بتاع النادي الاهلي لما يتسحب منك مره واحده وما تلاقيش اللعيبه اللي تصنع الفارق، ما تلاقيلهاش بديل وتجاهد بدول وتعمل ده، وبعدين تيجي تقول لي تنسى ان حسام البدري ياخد لقب احسن مدرب، لا يبقى في خلل. وهقول لحضرتك حاجه، يبقى في خلل وافضل كوره، يعني برضه هقول لحضرتك حاجه، في كل المواجهات اللي لعبها النادي الاهلي الصعبه والحرجه هو الاكثر استحواذا، هو الاكثر وصولا الى المرمى، وهو اللي بيكسب. طب ايه تاني يبين؟ وبعدين برضه في نقطة تانية نسينا يعني نتكلم فيها، هو ايه الضغوط عليا وانا مدرب مصر المقاصة؟ هل عندي، لو معلش انا هقول لحضرتك ولا حاجة، يعني انا لو تعادلت ماتش كابتن حسام البدري تعادل ماتش الدنيا قامت وما قعدتش، تعادل ماتش تاني الدنيا قامت ما قعدتش، طبعا هو ده قدر النادي الاهلي طبعا يعني طبعا احنا طبعا. يعني برضه ده خلاص قدر النادي الاهلي، هو ده، هي دي الوضع. ده خد بالك ان حسام البدري كمان داخل ومحاط بثلاثة اسهم، انا قلت هنا قبل كده، الجمهور المتربص بيه اساسا اللي مش حبه، اللي قال لك ان هو هرب قبل كده، وا 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 والقصه ديت وضحت تمام. ادي واحد. نمره اثنين انه لازم يفوز بجميع البطولات اللي مشارك بيها. نمره ثلاثه انه لازم يصنع فريق علشان بكره. ثلاث حاجات، ثلاث ضغوط لا يتحملهم اي مدرب على مستوى العالم، والحمد لله نجح في الثلاثه. وفي الاخر ما تحسش ان حسام البدري هو مدرب ناجح او مدرب كويس. طب وبعدين يعني انت عايز ايه تاني؟ اتفرج على النادي الاهلي، انا بقول لك اتفرج على النادي الاهلي يا استاذ محمد الفتره الجايه، شوف النادي الاهلي بعد ما جاب العناصر اللي جابها دي، هو بس ان شاء الله ربنا يوفقه في انه يجيب يعني مساكين، لانه ما عندوش، مش وحشين يعني. انت عندك سعد سمير ومحمد نجيب ورامي ربيعه، ثلاثه فقط ما يكفوش النادي الاهلي. من الحاجات اللي تم يعني برضو شفناه في لقاءات البطوله العربيه بشكل كويس وشكل مباشر، وبدا يرجع ان شاء الله. وخد بالك برضو انا بقصد ان ثلاثه لا يكفوا النادي الاهلي، هو بنسبه كبيره جدا. انا محتاج كمان بنسبه كبيره جدا، بس النادي الاهلي
لما بيعمل صفقاته بيعملها ما بيعلنش عنها لما تكون انتهت 100%. وبنسبه كبيره جدا اعتقد ان هيبقى في اضافه دفاعيه في الطريق. وبرده بقول للمشاهدين سعد سمير باق في النادي الاهلي، موضوع شيفيلد يونايتد وده على لسان المسؤولين في النادي الاهلي. هو كمان صعب انك تسيبه بصراحه. انا اقول لحضرتك يعني على لسان المسؤولين مفيش اي حاجه جت لسعد سمير، وكل ده اجتهادات اعلام. هو يستحق انه يلعب في اي حته، لكن هو لازم ان شاء الله في النادي الاهلي. تمام، دي بشرة كويسه برضو لجمهور النادي الاهلي. وانت كده هتاخدنا بقى للصفقات اللي انا لازم، انا كنت عايز ان النادي الاهلي بيتعاقد مع هشام محمد، بيتعاقد مع اسلام محارب، تعاقد مع وليد ازارو، تعاقد مع لعيبه تصنع فارق وينتقد. تمام، شوف يا كابتن جميع الفرق وكم الصفقات اللي بيعملوه والجري وراء الاسماء، وراء اسماء فقط، مش بتدور ايه اللي انت محتاجه. يعني حضرتك بتقول ان في فرق كتير بتروح على اسم مش الفايده او الحاجه الفنيه. مش الفايده، الحاجه الفنيه. انا النهارده اول لاعب تعاقدت معاه وليد ازارو. نعم، وليد ازارو لان انا عندي مروان محسن وراس حرب مصر الاول مصاب ومش عارف يرجع، مصاب وبقاله فتره بعيد. عمرو جمال، عمرو جمال مش عارف هيرجع امتى. انا يعني انا اعشق لاعب عمرو جمال، لكن مش عايز يرجع عمرو جمال اللي انا عارفه. والنادي الاهلي ما عندوش وقت يستنى لعيب في هذا المركز انه يجهز، انه يجهز كتير كده كده صعب على النادي الاهلي. اجاي طبعا كراس حربه بيعمل حاجات رائعه، كاس يعني كاسيست او كهداف، حاجه غير عاديه. هو ولكن مهاره وليفل صراحه اقول لحضرتك ليفل اعلى من الدوري المصري. انا وانا متفق معاك، ودي انا اقول لحضرتك برضو يعني بقالنا فتره ولازم اتكلم في الموضوع دوت، لان لما حد بيشتغل وبيتعاقد لازم ياخد حقه ان هو جاب صفقه مهمه. ان ايفونا فرد منتخب الجابون وليفل عالي. تمام. اجايه لاعب ليفل عالي عن الافارقه، هو في المنتخب الاولمبي للصغير، خد بالك لنيجيريا، لنيجيريا. وهقول لحضرتك حاجه، وازارو فرد منتخب، اذا نوعيه راس حرب الاول المنتخب المغربي. انا بقول لحضرتك نوعيه اللعيب اللي بيخش النادي الاهلي اصبح فرد منتخب، انا ما بجيبش اي ليفل. برافو عليك. نرجع بقى نصنف اللعيبه اللي عندنا اهو زي ما قلنا. يبقى وليد جبته لان ما كانش عندي غير مروان ومصاب، عمرو جمال مش قادر يرجع لحالته، اجايه ما هوش برضه راس الحرب الواضح الصريح، بس لازم يكون عندي يعني لازم يكون دانا عندي ده. انا عايز ده، انا هفترض معاك انه راس حرب، هل يجوز يبقى عندي راس حرب؟ لا، لازم يكون عندي برضه. تمام كده. اه، فجبت وليد ازارو. اسلام محارب اولا ده من النادي الاهلي، يعني انا بستغرب يوم ما مشي من النادي الاهلي اسلام مشي ازاي، بس كانت صعبه برضه في وجود بعض من النجوم الكبار في هذا. شفت يا كابتن هو لما مشي كان عامل ازاي وهو مع سموحه بيصنع فارق؟ ان اسلام من نوعيه اللعيبه انا كنت اشوف فيه ان هو عامل زي طارق ابو زيد، لعيب نص ملعب فايتر، بيروح شويط، مراوغ، تصير دائم الاكتف دايما على الجون، يعني رايح على الجون على طول، روحه عاليه. وانت ده اللعيب اللي انت ناقص، زي حمودي كده، هو دي اللعيبه اللي انت اللي ناقصاك. نيجي بقى على اللعيب اللي انا يعني بعتبره من اهم الاوراق اللي النادي الاهلي اضافه، هشام محمد. كابتن انت حسام عاشور بسم الله ما شاء الله، المستوى اللي كان عليه خلاك في فترات تمشي لعيبه في المركز ده كتير جدا النادي الاهلي، لان كان صعب انك انت تلعب واحد مكان حسام عاشور. ده حقيقي. لكن انت مع عامل السن وعامل طبعا مع عامل السن والاجهاد و و و و و والعطاء الاوفر قوي، انت محتاج لعيب في المركز ده. انا هشام محمد ده انا شفته في فرق الشباب، منتخب شباب، كان مرانه الكابتن ربيع ياسين. نعم. والله وكنت قاعد مع الكابتن الجاري مره، قلت له يا كابتن عايز افرجك حسني اسمه حسني عبد ربه، حسني عبد ربه الجديد. فقال لي هشام محمد يا خالد هو على طول. يعني قلت له ايوه يا كابتن الله يرحمه. قلت له ايوه يا كابتن، قال لي اربعه اللي في المنتخب. قلت له ايوه جوهري لما بيقول لا ده يعني عشان ده جوهري. كابتن جوهري بيقول حاجه لا مؤاخذه هي رايحه في مكانها ما بيجاملش طول عمره ده الكابتن الجوهري. فقال لي كذا، قلت له لعيب فعلا، اولا مالي المنطقه الدفاعيه بشكل جيد جدا، هشام صغير قدامه مع النادي الاهلي ان شاء الله مش اقل من 10 سنين، عنده رؤيه جميله برضو الملعب. اولا شوف الملعب مش مجرد بقى ان هو ديفندر من اللي هو بنسميه المصطبه يعني اللي بتستقبل او الحيطه اللي بتستقبل، لا ده راجل بيعرف يروح وشويت على الجون بشكل هايل، ضربات ثابته او متحركه. فانت النهارده بتجيب، وبعدين خد بالك انت بتعمل ايه؟ ثلاث صفقات، يعني انت بتتكلم في ثلاث صفقات ومؤثره، ما رحتش جبت شروه لعيبه. وخد بالك كمان
انت وانت بتجيب مش بتفكر تمشي 20 30 لعيب من عندك، انت مش عارف تمشي مين، انت حزين وانت بتمشي اي لعيب انت حزين. يعني ميدو جابر انا اعتقد انه من اللعيبه المميزين جدا جدا جدا، ولكن ما الكيمياء في هذه الفتره ما ركبتش مع النادي الاهلي، مش موفق مش موفق مش حاليا موفق. احمد الشيخ السنه اللي فاتت يعني قبل ما يمشي من النادي الاهلي وهو في النادي ما اقنعناش ان هو اللعيب الفايتر بتاع النادي الاهلي، اما راح المقص السنه دي قلنا لا كده احمد فاق وعارف يعني ايه نادي اهلي، ما يجي النادي الاهلي بقى هيلعب. بس هقول لحضرتك يمكن برضو احمد الشيخ ما خدش الفرص الكتير اللي تثبت، يعني برضو ما خدش الفرص الكتير لان برضو كان في يعني برضو كان تغيير من بيسيرو لمارتينيولي. انا يمكن بختلف مع بعض الناس في ايه يا كابتن، كريم نيدفيد مثلا في ناس كتير بتهاجم، انا اعرف يعني لاعبي النادي الاهلي اول ميزه يتمتع بيها الروح القتاليه، العطاء في الملعب من اول دقيقه لاخر دقيقه، عدم الاستسلام، الاصرار، العناد، دي صفات بيتمتع بيها لعيب زي كريم، عشان كده تلاقي النادي الاهلي محافظ عليه لان هو ده اللعيب اللي بيكسب النادي الاهلي. في وقت الزنقه هتلاقي ده العفريت اللي طالع لك يخلص لك الحدوته، واحنا عارفين ان كريم كمان لعيب كوره، يعني شفناه مع سموحه ومع مع الحرس وشفناه اعتقد في دجله كمان لعيب فظيع، لا لعيب كوره هايل وروحه عاليه وسريع وسنه صغير. فما تجيب لي لعيب مهاري لكن ما بيديش بالروح اللي انا عايزها انا بقلق. يعني انا لما كنت بتفرج على 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 احمد الشيخ وهو بيلعب حتى الماتشات البسيطه اللي شارك فيها كان بطيء، انا ده وجهه نظري، كان تقيل. اتفرج عليه مع المقصه كان من نص الملعب للمرمى المنافس الكوره في رجله، دي فايده الاعاره بالظبط كده. برافو عليك، ان انا برافو عليك. المكان المشاركه الاساسيه بديله مكان يكتسب فيه بعض من الخبرات اكتر، ورجعناه لفريق قوي ورجعته وهو بناحيه فنيه اعلى، تمام، تكون فائدتك انت افضل، تمام كده. وخد بالك انت لما اديته المقصه واديته فريق قوي بيلعب في وسط لعيبه كويسه، نادي كان عنده طموح انه يعمل حاجه، فعلى ده عند احمد، فاحمد راجع لك، احمد راجع الاهلي السنه دي افضل مما كان جاي له من سنتين. نعم احمد راجع السنه دي واقف على رجله قوي، عنده ثبات. فبقى النادي الاهلي النهارده لما بتتكلم طبعا ده 18 هدف على ما اتذكر. فانت بتتكلم على صفقات النادي الاهلي، بس هو انا اللي مزعلني الفتره اللي فاتت انه الناس بدات تتكلم عشان مش لاقيين حاجه، بدا يتكلم في سكه الفلوس، يقول لك اصله راجع بفلوس غاليه. فلوس غاليه ايه؟ واحنا هنفضل نتكلم في سكه الفلوس دي لحد امتى يا جماعه؟ بعدين يا استاذ خالد برضو في نقطه، هو اللي كان بجنيه دلوقتي بقى بكام؟ في اي حاجه في الحياه ده انت بتروح عند سوبر ماركت على رايك الحاجه اللي كانت بجنيه بقت 10 يقول لك اصل الدولار غري. والدولار ده المفروض سعر اللعيبه. يعني مش سعر لا مؤاخذه القوطه ولا البطاطس ولا مش عارف، لا ده سعر اللعيبه انت بتقيسها النهارده بالدولار لانك بتبيع بالدولار وبتشتري بالدولار من بره. العمله العالميه دي، العمله العالميه بتاعت لعيب الكوره كمان. فانا بقول لحضرتك دلوقتي اللي كان بجنيه بقى بكام؟ بتكلم النهارده وبعدين الناحيه الثانيه يا استاذ خالد اتفضل، طب الا يحسب للنادي الاهلي ومجلس ادارته انه وفر من الامكانيات والسيوله الماليه بالتسويق والاستثمار والطرق الحديثه في كره القدم وفي البيزنس بتاع كره القدم انه عنده سيوله انه يقدر يجيب، احنا كنا بنتكلم مع حضرتك على ثلاث فراوده او ثلاث لعيبه منتخبات، تمام، لو انا ما عنديش السيوله الماليه هل هقدر اجيب الناس دي؟ ليه ده في ناس بتعتبر النادي الاهلي بيعمل عمليه اهدار مال عام، صاحب اكبر ميزانيه في الشرق الاوسط عربيا وافريقيا ومحليا بيتهم باهدار المال العام، الراجل اللي بيبيع الصفقه ب 100 مليون واكثر بيتهموا باهدار المال العام. شوف احنا نلف ونرجع لنقطه البدايه، قصه التربص والمتربصين عشان لسه هنقول عليها كلام في الاخر يعني، لكن النهارده لو انا ما جبتش اللاعب ده انا هقول لك على مسؤوليتي، هيقول لك يا راجل ما تدفع، يا راجل ده السوق، يا راجل لازم تدفع عشان تجيب لعيب كويس، انت بتكوش فلوس عشان تقول انا عندي ميزانيه كبيره. هنرجع لقصه بقى جحا والحمار وابنه، يعني عايز ايه؟ يعني انت اللي بتتكلم، انت عايز ايه؟ عايز لعيب يوقف النادي الاهلي على رجله ويجيب بطوله ويعمل دخل؟ ما النهارده انت لو ربنا وفقك وخدت بطوله افريقيا ما انت جاي لك مبلغ اعلى من اللي انت دافعه في اللعيبه. انت النهارده بتقول اصله كان بايع هشام محمد مش عارف من 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين بقد كذا، يا راجل حرام عليك، انت بتتكلم في ايه؟ ايه العبث ده؟ ايه الاستهزاء بالناس ده؟
وايه الضحك على الناس ده؟ والعربيه نفسها كانت بكام من 3 4 سنين ونفس العربيه بقى. انت سيادتك كنت بتاخد كام من 10 سنين وبتاخد قد ايه النهارده؟ بالظبط. عيب. لا انا بقول لهم هنا من دلوقتي بقول لهم عيب. اتلموا بقى لان العمليات بقت اوفر قوي وبقى دمها تقيل قوي وبقت مفضوحه قوي والناس مش عبيطه ولا ساذجه قوي يعني. احنا جبنا شريف عبد الفضيل واحد من افضل اللعيبه والمدافعين اللي كانوا في هذه في وقته يعني من افضل المدافعين اللي موجودين في مصر. شريف عبد الفضيل طبعا من نادي الاسماعيلي طبعا جبته ب 7 مليون جنيه وبيع احمد صديق نهائي وفي 2010 يعني بنتكلم تمام بالظبط 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 ودلوقتي بالزبط. ودلوقتي جاي تحاسبني في 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 هذا التوقيت احنا بعديها بكام سنه على لعيب انا جبته ولعيب فيه مميزات انا محتاجها ولعيب قوي لعيب مش ضعيف لعيب عنده حلول لعيب نادي الزمالك كان داخل طرف وكان عايز ان هو ياخده وبشده يا كابتن ده السنه اللي فاتت واللي قبلها ناس كتير طلعت في الاعلام قالت لك احنا بنحيي نادي الزمالك على كم الصفقات اللي اندفع فيه مش عارف 10 قروش ولا اندفع فيه قد ايه خد بالك انا علق ده محمد صلاح نعم خارج من مصر بقد ايه وبيتباع النهارده بقد ايه والمقاولين بياخد فيه قد ايه حتى الان تمام كده قال لك بنحيي نادي الزمالك اللي عمل مش عارف 10 صفقات ولا 14 صفقه بسي مثلا 10 قروش والنادي الاهلي عمل 3 4 صفقات بقرشين 3 طب ومعلش مين اللي مين مين اللي فايز ما هو استفاد بيه مين اللي فاز استفاد بيهم ايه مش فاهم ما ده اللي انا بقوله مين اللي كسب في الاخر ابو 14 صفقه ب 10 قروش ولا ابو 4 5 صفقات بنفس السعر مين اللي فاز يا جماعه هو انا هو صراع ماده ولا انت بتصنع فريق ثم انت ليك حاجه انت ليك حاجه عند النادي الاهلي وعند اداره النادي الاهلي فريق وبطوله وميزانيه ده متوفر ولا لا وبعدين الانديه الاخرى برضو استاذ خالد ما بتشتري بمبالغ كبيره حقها يعني احد اللعيبه انتقل الى نادي الزمالك احمد داوده بمقابل 9 مليون جنيه ما هو ده برضو لا ما حدش هيتكلم في دي ما حدش هيتكلم في دي انا بقول لك ما حدش هيتكلم في ده انا هقول لحضرتك حاجه كمان انما هيحيوا الزمالك على صفقه احمد داوود لا ان في فارق سن يعني هشام محمد اصغر طبعا وفارق السن بقول لك يعني انا هقول لحضرتك فارق السن ده في ايوه طبعا في المبلغ طبعا بيبقى له عوامل كتير جدا 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 لكن هو النهارده هيتكلم هيحيي صفقه انتقال داوده وهيتكلم بالنسبه للنادي الاهلي في المقابل المادي تيجي تقول لي اهدار مال عام طب يا اخي يعني سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيفضح حد بيحب يفضح حد يخليه يقول اي كلام فتيجي انت النهارده على النادي الاهلي تقول عليه اهدار مال عام طب هو النادي الاهلي هو اللي كان باع الناس دي من المجلس الحالي هو اللي باع الناس دي من 4 5 سنين ولا من 6 سنين هو نفس المجلس اللي باع لا انا ما بعتش حد يعني الحاليين لو بنقيسها كده لو القصه قصه ان هو انتقاد وهجوم على المجلس هو ده اللي باع لا ده اللي بيشتري دلوقتي ده اللي بيدعم الفرقه دلوقتي ده اللي مش باخل على الفرقه وده اللي ماشي صح وبيشوف الجهاز الفني عايز ايه وبيجيب له اللي هو عايزه ودي السياسه المطلوبه وده اللي هينجح النادي الاهلي يعني النادي الاهلي اللي بيفرقه عن اللي حواليه ان مجالس الاداره بتكمل المسيره تمام يعني مفيش حد بيجي يقول ان الناس اللي قبله كانوا ماشيين غلط او بيسيء اليهم منتهى الشياكه ومنتهى الادب ومنتهى الاحترام تبتدي تخش على مرحله ثانيه يعني في على مدار 110 سنه يعني حتى لما جه الكابتن والراحل الاسطوره كابتن صالح سليم في بدايه التسعينات لما عاد مره ثانيه وحط شعار الاهلي فوق الجميع كان في منتهى الشياكه وبمنتهى الاناقه واللباقه ولم يسيء وحتى الان لم نسمع ان احد بيسيء الى احد او بيسيء الى الكابتن عبد صالح الوحش رحمه الله في ان الفتره اللي كان ماسكها كان النادي الاهلي مش في الوضع الطبيعي بتاعه ما حصلش اساءه دلوقتي في ناس بتخلق هذه الازمه يا استاذ محمد حاليا في ناس بتحاول تضرب المجلس الحالي بالمجلس السابق هم من يخترقون هذه المشاكل هم اللي بيخلقوا المشاكل دي هم اللي بيسخنوا الدنيا هم اللي بيحاولوا يخبطوا الناس في بعضها للأسف الشديد ناس مدعية الأمانة ومدعية الأهلوية ومدعية الحفاظ على المبادئ ومدعية الشرف ومدعية أنها صاحبة كلمة لن تتغير ومدعية أنها تحافظ على كيان النادي الأهلي وتحافظ على أخلاقيات النادي الأهلي أبعد ما يكون لأنه النهاردة اللي هقوله ده يخبط في أي حد مش قصتي في ناس زمان في النادي الأهلي رفعت شعار الأهلي فوق الجميع
وناس رسخت جت بعد منهم رسخوا هذا وناس اكدته وفعلته بشكل غير عادي. والان ناس يريدون او ناس يريدون ضرب هذا الشعار او ركنه على الرف لحد ما تعدي مرحله معينه وبعدين يرجع الشعار، وكان الشعار ده ورقه مكتوبه لا قيمه لها الا انها ورقه تهديد. الاهلي فوق الجميع، الاهلي فوق الجميع ده لما الناس قالته في النادي الاهلي في ناس كتير مصريين زعلوا. قلنا لهم يا جماعه الاهلي فوق جميع من ينتمي اليه. الاهلي فوق جميع اعضاء جمعيته العموميه، لاعبيه، اداريه، مدربيه، جماهيره. معناه ايه؟ ان مصلحه الاهلي اهم من اي مصلحه شخصيه او مصلحه فرديه. اما تيجي النهارده تفرض هذا وتوضحه ثم تاتي اليوم وتركن ده على الرف وتضرب بيه، مش عايز اوضح اكتر وتبدا هي العمليه واضحه، العمليه واضحه، هي العمليه واضحه تمام. اما تيجي انت النهارده مصلحتك في كل اعتبار يبقى انت ما تكلمنيش في شعار الاهلي فوق الجميع. اما تيجي تضرب مجلس اداره شغال تضرب استقرار النادي ما تقوليش انك انت رافع شعار الاهلي فوق الجميع. الاهلي فوق الجميع يا سيدي الفاضل، يبقى انت تقف مع الناس اللي شغاله حتى الدقيقه الاخيره. وان لم تكن لك غرض، ما كانش ليك غرض، فبين لي ده. اذا ما كانش عندك مرض بين لي ده، واطلع بما يرضي الله واتكلم وقول، واطلع بمدلول، اطلع بما يرضي الله الاول. وبعدين ما هو القصه انه ما عندوش ما يرضي الله، يعني انك انت بتؤيد شخص لمجرد التأييد، مع احترامنا لهذا الشخص ولكيانه و و و و، فتعمل اللي انت بتعمله ده شكلك وحش انت وهو وهي وهو اي حد. انا بقول لكم يا جماعه اللي بيحب النادي الاهلي يحافظ على النادي الاهلي، يطلع يقول لنا انا داخل الانتخابات ليه، اي حد والله ما اقصد شخص بعينه، يعني يطلع يقول انا داخل الانتخابات ليه، علشان النادي الاهلي بيقع، علشان النادي الاهلي بيخسر، عشان مبادئه بتنضرب، علشان اي حاجه. يعني احنا تقريبا وقتنا خلص. طيب انا بعتذر. لا 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 خالص، بس انا اخر حاجه بقول للناس اللي المدعيه، وانا اسف انا والله ما اتعودت ان انا اتكلم باللغه دي، بس عايز اقول لهم اتلموا علشان شكلكم بقى وحش وشكلكم مفضوح والناس بتفهم وعارفه القيم من غير القيم. يعني استاذنا وناقدنا الكبير استاذ خالد العشري نورتني، وشكرا جزيلا، ودايما كده ان شاء الله نشوف حضرتك معايا باذن الله. استاذ الاهلي احنا مكملين مع حضراتكم، لسه فقراتنا مستمره، لكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي فوق الجميع. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل فقراتنا في استاد الاهلي هذا اليوم. كلامنا النهارده عن البطوله العربيه، عن استعدادات النادي الاهلي لماتش سموحه في كاس مصر، وايضا لتكمله الموسم ودوري ابطال افريقيا. رحب طبعا بضيوفي الكبار، كابتن احمد استاكوزا، احمد حسن استاكوزا، كابتن النادي الاهلي، اهلا بيك كابتن. اهلا بيك كابتن فاروق. ايضا واحد من النجوم اللي وحشتنا بقالنا كتير ما شفناهوش، بقالنا كتير يعني بعيد عن الاجواء، كابتن ابو المجد مصطفى، كابتن النادي الاهلي. كابتن اهلا بحضرتك يا فاروق، منور بيتك قناه النادي الاهلي. اكيد طبعا، ربنا يخليك يا كابتن. ودي يعني الواحد بيبقى سعيد جدا ان هو يبقى موجود في بيته وموجود في قناه النادي الاهلي. وحشتنا برضه. الحمد لله، ربنا يخليك يا كابتن. احنا كنا بنتكلم على البطوله العربيه، بنتكلم على تجهيزات النادي الاهلي، فايده النادي الاهلي الفنيه، وانا بقى معايا اثنين من المديرين الفنيين دلوقتي ما شاء الله بقيتوا مدربين، فهنتكلم من استفاده النادي الاهلي من الناحيه الفنيه. كابتن احمد، انت شايف النادي الاهلي استفاد ازاي من الناحيه الفنيه من وجود صفقات جديده داخله النادي، من وجود ماتشات هي يعني وديه بس بصيغه الرسميه، فتقدر تبين لك اللعيب اكتر ما انت بتعمل ماتش ودي عادي ما فيش اي ضغوط. شايف ازاي دخول النادي الاهلي في البطوله، الصفقات الجديده اللي داخله وابتدت تلعب وابتدت تخش جوه اجواء النادي الاهلي؟ انا مبدئيا شايف ان احنا كده كده استفدنا من البطوله في حد ذاتها. انا بتكلم كمصر في حد ذاتها، اننا نرجع للتنظيم تاني، نرجع ان احنا يبقى في تاني دول عربيه وبطولات عربيه وتنظيم في مصر، وان بعد 4 سنين ان هي تتنفذ في مصر. استفاده النادي الاهلي طبعا النهارده انت عندك صفقات جديده انت عايز تطمن عليها. النهارده عندك ازارو، عندك محارب، عندك بركات. بركات طبعا من الناس اللي هي فنشت معانا السيزون اللي فات، بس اللي هو انت برضو ما قدرتش تحكم عليه عمرو بركات.
بركاتها هي، ما حدش هيتلخبط انت. لا عمرو بركات. عمرو بركات. انا شايف طبعا هي برضو استفادتنا منها كنادي اهلي ان انا النهارده عندي الفتره دي بتبقى فتره صيفيه بتبقى فيها ماتشات وديه، اللعيبه ما بتقدرش تحكم عليها قوي لان ما بيبقاش في حته الدافع قوي في الماتشات الوديه، لان انا ببقى كل تركيزي ان انا اطلع بشكل كويس، مش هدفي 3 بونص يعني. انا لما بتبقى في الفتره ديت لما ببقى لسه جاي النادي الاهلي او لسه المفروض ان الجماهير تتعرف عليا، بيبقى كل تركيزي ان انا ازاي اظهر انا بشكل كويس. لكن النهارده لما احكم على فريق احكم على لعيب وفي 3 بونص، انا مكسبي من البطوله، مكسبي ازارو النهارده في المباريات، ظهوره بشكل كويس، عايز يحجز لنفسه مكان في الموسم الجديد. النهارده عندي محارب عايز يحجز لنفسه مكان في الموسم الجديد. النهارده حمودي واخد النهارده عندي حمودي ما خدش برده فرصته كامله في الماتشات، فالنهارده اعتقد ان انا مثلا اقدر احكم على الصفقات دي بشكل افضل يعني. طيب كابتن ابو المجد، برضو انت جيت النادي الاهلي في فتره من الفترات النادي الاهلي كان بيعمل احلال وتجديد، ودي بتبقى من اصعب الفترات، ودخلت في ظل منظومه طبعا اللعيب اللي بيروح النادي الاهلي بتفرق كتير جدا معاه، خش اجواء جديده، بيخش منظومه جديده طبعا. فشايف وضعيه النادي الاهلي وانا كلاعب داخل فيه في بطوله زي البطوله العربيه، اقدر اثبت نفسي ازاي؟ يعني طبعا انا باكد على كلام كابتن احمد في حته ان البطوله توقيتها مهم جدا، ان الفتره اللي فاتت يمكن كابتن حسام بدري كان طبعا عشان يحقق بطوله ويكسب دوري عام ويكسب ويكمل في بطوله افريقيا كان لازم بيستقر على تيم. يمكن في فترة في لعبة كتيرة جدا ما قدرتش تاخد كمية ماتشات، يمكن البطولة دي أهم حاجة فيها إن اللعبة دي لازم تيجي تخش ولازم ترجع للفورمه بتاعتها، و ده اللعيبه اللي ما بتشاركش بشكل ما بتشاركش بشكل اساسي. فانا شايف ان احنا يعني الفتره دي كانت مختلفه عن الفتره بتاعتنا اللي احنا دخلنا فيها في بدايه الالفينات. يمكن احنا اول ما دخلنا الفرقه دخلنا ما كانش فيه بطولات، ما كانش فيه ماتشات رسميه. يمكن انا شايف ان البطوله العربيه يعني من مكاسبها ان النادي الاهلي بيأكد على اللعيبه. سؤال مهم كابتن ابو المجد، انتقالك لنادي زي النادي الاهلي ودخولك فيه وانت لعيب جديد، بتبقى حاسس بايه في اول تمرينه معاك؟ بالنسبه لي انا كان في رهبه كبيره جدا ان انا ابقى موجود وسط لعيبه كبيره، وطبعا النادي الاهلي كان بالنسبه لي حاجه كبيره جدا ولغايه دلوقتي طبعا. يمكن ديت الحمد لله رب العالمين حته الرهبه ديت قلت عندي شويه، ان انا الحمد لله من صغري انا في منتخب مصر ومتاقلم على او الحمد لله بتعرض للضغوطات او حاجات زي كده، فالحمد لله يمكن ديت ما خدتش معايا وقت. يمكن برضو لما دخلت اللي ساعدني على كده ان احنا كان معانا مجموعه الكبيره كانت موجوده، كان كابتن هادي خشبه، كان كابتن علي ماهر، كان كابتن سالم حفيظ، كابتن وليد صلاح الدين، كابتن عصام الحضري، يعني كان معانا كم من النجوم. يعني لما بتيجي تخش تبقى في وسطيهم بيقدروا يساعدوك، بيقدروا يقفوا جنبك، بتقدر انت بتبقى مطمن وانت في الملعب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله انا في الفتره الاوليه كنت بشارك بصفه اساسيه وبشكل مستمر. الواحد ما كانش قلقان، بالعكس انا كنت مطمن في وسط النجوم ديت، وبحس ان انا بقدم حاجه كبيره جدا للنادي الاهلي، ومن الحاجات اللي هي كانت بتطمنوني يعني ما كانش فيه مشكله. طب يعني انا هاخد برضو الكلام دوت وانقله لكابتن احمد حسن، دخول اللعيبه في البطوله العربيه، يعني مثلا احنا كنادي اهلي استفدنا ان احنا اتفرجنا على اكرم توفيق كانش بيشارك بصفه اساسيه، استفدنا ان احنا شفنا رجوع باسم علي كانش بيشارك بصفه اساسيه، استفدنا زي ما انت قلت عمرو بركات ووليد ازارو، وعندي برضو ناس من حسين السيد وعندي حمودي. فاذا احنا داخلين في فريق اخر، النادي الاهلي بيستفاد بيه، كابتن حسام بدري بيستفاد بيه، وانت عندك مراحل لسه عايز توصل لها جوه كاس مصر
عندك ماتش مهم جدا امام نادي سموحه، وعندك الهدف الاكبر ودوري ابطال افريقيا مباراه الترجي. هل شايف ان دخول يعني اللعيبه في الفتره ديت بالنسبه لحسام الكابتن حسام البدري انه بيديله افضليه ان انا برضو حاطط عيني على كاس مصر، مصر سموحه، ممكن استفيد من حد من المجموعه ديت، خاصه المجموعه اللي هي مش جديده اللي هي زي ازارو طبعا مش هيقدر يلعب كاس مصر عشان القيد، لكن بتكلم على المجموعه اللي هي بتعاد تجهيزها. تمام. هو بص يا كابتن، انت النهارده عندك ما كانش عندك مساحه كبيره في الدوري انك انت مثلا تاخد تدي وقت كبير لواحد مثلا زي حمودي. النهارده عندك بركات، برضو عمرو بركات لازم ياخد مساحه النهارده، انت عايز تحكم عليه. البطوله النهارده ممكن تكون مثلا من زي ما في وجهات نظر ناس كتير ان هي ممكن تعمل ضغط على اللعيبه دي على اساس ان انت الدوري طويل قوي وانا ما فصلتش ما بينه، لكن لما يكون نادي كبير زي النادي الاهلي عنده صف تاني، بالعكس انا النهارده الصف التاني ده انا لسه عايز اخد منه بعض اللعيبه لان انا لسه عندي بطولات تانيه. وانت يعني كده كده اوريدي انت مريح اللعيبه بنسبه كبيره، انت متفق معايا في كده ان احنا مريح بنسبه كبيره جدا اللعيبه اللي هي المفروض ان هي ارهقت معاك على مدار الموسم كامل. الموسم ما بيخلصش. الموسم ما بيخلصش، ما هو انا متفق معاك ان الموسم ما بيخلصش، هو فعلا الموسم ما خلصش، بس انا هنا يعني شايف اكتر ناس اتظلمت اللي ما عندوش صف تاني. يعني النهارده انت هتلاعب سموحه، هي سموحه هي تعتبر اللي هي اللحمه معاك في السيزون، لان هو ما عندوش ان هو يريح لعيب. فانا النهارده عندي سيزون طويل قوي 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 قوي، ولكن انا بالنسبه لي كنادي اهلي انا مستفيد جدا من البطوله العربيه، انا عندي لعيبه كتير عايز اطمن عليها، انا عندي لعيبه عايزه اللعيبه اللي هي الصفقات الجديده عايزه تقول لا انا جدير بان انا احجز في السيزون الجديد ان انا موجود في الفريق الاساسي. فانا شايف ان هي لا استفاده طبعا للنادي الاهلي. طيب كابتن ابو المجد، دخول حسام غالي الاجواء في البطوله العربيه ابتدى يبقى مزاجه عالي، وحسام غالي لما بيبقى مزاجه عالي بيبقى انتاجه عالي جدا جدا جدا. فشايف ازاي دخول حسام غالي خاصه ان كان في مشكله، وانت عارف طبعا النادي الاهلي لما بيبقى في مشكله بتطبق اللائحه، الراجل التزم ودخل المعسكر اللي بعد كده، وراح الاول في لقاء القطن راح شارك في الماتش ان هو كان موجود، ولعب بعد كده ماتش الاهلي والزمالك وكان من افضل اللعيبه في هذا اللقاء، بعد كده دخلنا في ماتش الوحده كان من افضل اللعيبه اللي موجودين في الملعب. شايف حسام غالي وانا بتكلم معاك دي ظهر حسام غالي بواحده من التحركات الجميله فيه، شايف حسام غالي عامل ازاي في هذا؟ بص يعني حسام غالي لعيب كبير جدا، من الناس اللي عندها شخصيه في الملعب، من الناس اللي انت تقدر تعتمد عليها بشكل اساسي في حته القياده، يقدر يلم الفرقه، يقدر يوجه اللعيبه بشكل سليم جوه الملعب، اللعيبه كلها بتحبه، اللعيبه كلها بتحترمه، زائد كده انت بتتكلم على لعيب امكانياته الفنيه والبدنيه بسم الله ما شاء الله محافظ على نفسه بشكل كبير جدا. انا شايف حسام غالي الفتره اللي فاتت لا هو عنصر مهم جدا جوه التيم في النادي الاهلي، من الناس اللي لازم تاخد بشكل مش هقول بشكل مستمر، لكن على الاقل لازم يبقى موجود جوه التيم في النادي الاهلي. يعني ما ينفعش ان حسام غالي يبقى بره، ما ينفعش حسام غالي تبدا يتحط عليه ضغوطات اعلاميه وان اي حد بيحاول لو اي مشكله. شايف ان المشكله خدت حجم اكبر من بالظبط بالظبط، ان يعني زي ما بقول لحضرتك احنا الحمد لله كانت من ميزات يعني من ميزات النادي الاهلي ان كل المشاكل اللي بتحصل محدش بيعرف عنها حاجه، ودي كانت يعني الحمد لله دي من نجاحات النادي الاهلي. يمكن برضه انا ارجع لحاجه كابتن احمد قالها، يمكن انت سالته سؤال حته ان اللعيبه داخله في منافسه كاس مصر ولسه بيتنافس على بطوله افريقيا، انا شايف ان الحمد لله رب العالمين برضو من الحاجات بتاعه النادي الاهلي ان بيوجد دوافع للعيبه بالظبط، واللعيبه بتتعاش في القصه دي ما عندهاش مشكله. يعني النادي الاهلي واخد بطوله الدوري قبل البطوله ما تخلص بحوالي 5 ماتشات تقريبا، لكن اللعيبه بتلعب ماتش الزمالك كان ده الماتش ده هو اللي هيجيب الدوري، فدي من الحاجات اللي النادي الاهلي بيغرزها جوه اللعيبه. نفس الفكره احنا بدانا اول ماتش ما كانش بالشكل اللي هو ماتش الفيصلي كان ما كانش بنفس
ما كانش بنفس قوة الوحدة، بنفس قوة الوحدة افضل في اللقاء بالظبط، وضيع فرص كتير كتير كتير. يمكن برضو في بعض نقاط فنية بس جوه الملعب، تحركات او حاجة زي كده، لكن ديت عشان اللعيبة برضو بعيدة شوية عن المشاركة، الانسجام الانسجام لعيبة معظمها ما لعبوش تقريبا مع بعض ماتشات كاملة. فلا انا شايف ان يعني نرجع تاني لحسام غالي، لا انا شايف ان حسام غالي بسم الله ما شاء الله يقدر ان هو يكمل. زي ما قلت لك هو من الناس اللي هي محافظه على نفسها بدنيا وذهنيا، لكن هي الفكره ان الموضوع خد اكبر من حجمه. تواجده مهم فعلا يا كابتن. بالظبط. يعني انا كابتن من وجهه نظري ان اللي عمله الكابتن احمد ايوب، ودي حاجه طبعا تتحسب له، ان هو في حاجه كانت ناقصه في الماتش الاولاني. الماتش الاولاني كان فيه اعمده اساسيه من اللعيبه ما كانتش موجوده. النهارده انت مثلا ما فيش اهداف، فالطبيعي جدا ان انا افكر في فيرود، افكر في مؤمن، افكر في وليد، افكر في اي حد. النهارده لا، انا ما كانش ناقصني ده، لان انا كان عندي لعيبه على نفس مستوى اللعيبه دي، بس كان ناقصهم حاجه. ايه؟ كان ناقصهم ليدر في الملعب، كان ناقصهم روح في الملعب، كان ناقصهم واحد يديهم الثقه في الملعب، واحد يعني نتكلم كده كابتن بلغه الكوره شارب النادي الاهلي قوي زي حسام غالي. فما كانش في انسب من حسام غالي ان هو يكون موجود في الملعب. وفعلا في اختلاف كبير جدا في الملعب، في الفرق بين الماتشين. يعني الماتش ده مختلف تماما، برغم ان انت تغيير، انت مش عامل تغيير خططي مثلا، حاطط فيرود سريع او حاطط طرف، لا هو نفس الاداء بس اختلف بقى بروح النادي الاهلي. لعيب عنده النزعه، لعيب عنده الدافع في ان انا لا، انا اذا كان في بعض اللعيبه شايفه ان البطوله واخده شكل شويه ان هي بطوله صيفيه وديه، لا انا بعرفك ان النادي الاهلي في اي وضعيه لازم بيلعب على مكسب. فكان في ناس كتير وصل لها الاحساس ده لغياب مثلا كابتن حسام البدري، لغياب مثلا اعمده اساسيه في الفرقه. النهارده انا لسه جاي، فاكيد دي يعني المفروض مباريات المفروض ان انا بتشاف فيها. لا، النهارده وجود حسام البدري، وجود حسام غالي فهموا لا، الموضوع مختلف تماما. انت النهارده متواجد تلعب باسم النادي الاهلي، فبنلعب على مكسب. والوضع كان صعب، كان لازم الماتش دوت طبعا لازم تخرج منه بنتيجه ايجابيه. طيب دلوقتي النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا امام نصر حسين ضيفي، اللقاء الاخير في البطوله العربيه، وفرق الفرق اللي يعني الجزائريه دايما ما بتبقاش سهله، بتبقى معانا يعني او مش معانا كبس النادي الاهلي، كانديه مصريه بتبقى الى حد كبير بيبقى دوافعها كبيره جدا، وبتحاول تبقى منافس شرس يعني ومند قوي. وهذا اللقاء هيكون فيه كابتن حسام بدري. كابتن حسام بدري هيجي ان شاء الله بكره، هيكون متواجد. هشام محمد برضو بقول لي مشاهدينا انه هيكون موجود في النادي الاهلي غدا الساعه 2 بالاخص، وهيكون موجود معانا هنا في قناه النادي الاهلي، وده حاجه بنقدمها لحضراتكم عشان تبقوا متواصلين مع النجوم الجداد اللي بيخشوا القلعه الحمراء. برضو عايز اسالك قبل ما اخش على لقاء نصر حسين ضاي، عايز اسالك على هشام محمد واسلام محارب، صفقتين في وقت مهم جدا. النادي الاهلي في احتياج فني لدور هؤلاء في الملعب. هشام لعيبه من اللعيبه اللي باصير وكرييتور وبيعرف يمسك الملعب، ومؤدي صراحه هذا موسم موسم كويس جدا مع فريق مصر المقاصه. شايف يعني دخول هشام محمد مره ثانيه للنادي الاهلي؟ بص يا كابتن، انا يعني انا من الماتشات اللي انا اتفرجت عليها، وبالنسبه للصفقات المفروض اللي هي جديده النادي الاهلي، انا يعني انا شايف ان الصفقات النادي الاهلي في احتياج ليها في كل مركز، من اول ازارو. احنا من النهارده احنا ممكن عمرو جمال يكون موجود معانا، ممكن لا طبعا، انا لسه طبعا انا مش متاكد من المعلومه دي، لكن ازارو طمنا على المنطقه دي ان احنا النهارده عندنا فيرود، عندنا فيرود بيلعب على الجون، عندنا فيرود هداف. احنا ناقصنا الحته دي بقالها كتير يا كابتن. يعني احنا حتى في المباراه اللي قبل دي احنا كان الماتش كله انت ضاغط طول الوقت، انت مش عارف تجيب جون. يمكن الخط دوت ممكن يكون فيه محتاج التدعيم شويه. وجود محارب انا بحس ان هو قريب شويه من لعب وليد سليمان، من اللعيبه اللي بتلعب على الجون كتير، عنده النزعه الهجوميه اللي بيحتاجها النادي الاهلي، دايما لعبه على قدام، نفس اداء حمودي. يعني انا برضو من اللعيبه اللي انا بحبها، او اللعيبه اللي هي بتبقى شبه النادي الاهلي، اللي هي اللعيبه دايما لعبه اغلبه على قدام. فانا شايف ان هي كصفقات بالذات في الحته دي، تقصد اللعيب اللي دايما اكتف على الجون، اللي دايما شرس على الجون، عنده محاولات على المرمى. بالظبط كده يا كابتن، لان انت النهارده لما بتيجي علشان تختار لعيب للنادي الاهلي لازم نمره واحد النزعه دي عندك، لانك انت بتلعب في فرقه على طول بتلعب على بطوله، على طول فرقه ما فيش عندها حته الدرون او حته الزون او حته ان انا دايما بنقل لتحت. فانا شايف ان طبعا لا، انا شايف ان هي الصفقات
شبه النادي الاهلي او شكل النادي الاهلي، وهتبقى اضافه ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي. طيب هروح بقى معاك لماتش نصر حسين ضاي والفرق الجزائريه، وانت يعني في خلال وجودك في النادي الاهلي واكيد برضو كابتن ابو المجد مصطفى كان في فتره النادي الاهلي لاعب الاتحاد العاصمه ولاعب فرق كتير من الجزائر، وكانوا يعني على المستوى دايما بيبقوا ند شرس. النادي الاهلي محتاج فوز عشان ياكد صعوده، والنهارده نادي الزمالك خسر بهدف مقابل لا شيء، فاصبحت فدلوقتي النادي الاهلي هو يعني فرص نادي الزمالك بقت صعبه، فالنادي الاهلي هو الممثل المصري الوحيد في البطوله. الماتش دوت كابتن حسام البدري يدخله ازاي يا كابتن؟ والله كابتن يعني هو انا شايف ان الكابتن حسام البدري مش هيفاجئنا، يعني هو طبعا احنا كده كده يعني المفروض انك انت بتلعب على مكسب، يعني انا النهارده لو كان كسبان الماتشين كنت برضه هبقى داخل بلعب على مكسب، فانا اعتقد ان الكابتن حسام البدري هيلعب من اول دقيقه على المكسب، خاصه ان انت عارف الفرق اللي هي شمال افريقيا كلها بتلعب على الزون والاستفزاز، اعتقد ان موضوع الاستفزاز ده مش هيبقى متواجد قوي في البطوله دي. البطوله العربيه يعني انا شايف ان الموضوع هيبقى الدنيا اهدى اهدى شويه وكده، بس اعتقد ان هيبقى تقفيل الخطوط والزون هيبقى من بدري قوي. كابتن حسام عنده يعني اختيارات كتير، خاصة في ظل الصفقات الموجودة الجديدة دي، هو عنده اختيارات كتير للاختراقات. يعني أنا دلوقتي يعني هكمل كلامي بالنسبة لمحارب وبالنسبة لحمودي. حمودي ومحارب تحت أزاره، أنا طبعًا ما أعرفش طبعًا التشكيل بالظبط، أنا بقول من وجهة نظر اللي هيعمله كابتن حسام، يعني لأن أنا أعتقد إن كابتن حسام هيهاجم من أول المباراة عادي جدًا. فأنا أعتقد إن وجود حمودي وأزاره هيبقى مدي حلول كتير لكابتن حسام في الحتة الهجومية أو في الشكل اللي هو المفروض اللي هو هيلعب بيه في شكل هجومي. فانا اعتقد ان كابتن حسام هيبدا من اول المباراه بشكل هجومي، واعتقد ان هو هيلعب بثلاثه فوق ثلاثه قدام. طيب كابتن ابو المجد، مين اللعيبه اللي ممكن انت حاسس ان هيبقوا ليهم دور مهم في لقاء نصر حسين ضاي؟ يعني مثلا هل طبعا انت لعبت في نفس مركز باسم، هل باسم ولا ممكن نشوف محمد هاني؟ من الناحيه الثانيه هل هنشوف حسين ولا صبري رحيل؟ ده لعب ماتش وده لعب ماتش، بس يمكن حسين جاله اصابه في دماغه في الماتش اللي فات. مين ابرز اللعيبه اللي شايف ان هم ممكن يكونوا اضافه كبيره جدا في لقاء نصر حسين؟ بص انا بعتقد ان في البدايه ممكن كابتن حسام في المباراه يبدا يدي للناس الناس اللي هي بتاخد بصفه مستمره المباراه طبعا مهمه محتاجين نكسبها، وبرضو عايزين نعدي المباراة بمكسب، فبيتهيألي ان هو هيبدأ يركز على الناس اللي هي كانت شغالة الفترة اللي فاتت، ممكن ما يجربش حد كتير. متهيألي في ناس سابت انطباع الماتشين الاولانيين، يمكن ازاره ليه شكل راجل عامل اسيست حتى في 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 الماتشين بشكل كويس حتى لو ما هدفش. حمودي المباراه الثانيه عملها بشكل هايل جدا، يمكن انا بقى لي فتره ما شفتوش بنفس الريتم دوت، بيعدي من نص الملعب وبيوصل وعنده الجراءه ان هو يكمل على الجون ويلعب على الجون. متهيألي في ظل الظروف بتاعه المباراه وهيبقى في طبعا اتحاد العاصمه هيلعب بزون، ما اظنش ان هو هيلعب جيم مفتوح مع نادي الاهلي. اللي هيعمل فارق الناس اللي عندها قدره فرديه، اذا كان اسلام محارب او حمودي بالظبط، الناس اللي هي عندها النزعه الهجوميه اللي عندها الريتم بتاعها الكره تحت رجليها، مثال الناس دي هي الحته الهجوميه اكتر بالظبط. حسام انا اعتقد فانا شايف يعني شايف ان شاء الله باذن الله الناس دي تقدر تعمل الفارق باذن الله. احنا برضو زي ما بقول لك احنا محتاجين ان احنا ناكد على الناس اللي جت مكاسب نادي الاهلي كتير جدا في البطوله ديت، حتى لو ما خدناش البطوله انا شايف ان احنا لا احنا استفدنا كتير جدا، اطمنا على لعيبه وصفقات واللعيبه اللي هتبقى موجوده، اللعيبه اللي ممكن ما تبقاش موجوده. انا شايف لا الحاجات دي كانت مهمه جدا في الفتره ديت، خاصه زي ما حضرتك قلت في البدايه ان احنا ما فيش وقت، احنا لاحمين موسم مع موسم والموضوع صعب جدا، يعني الموضوع اكتر من صعب جدا، ده ما بيحصلش الا في مصر يعني في كل دول العالم. انت خلي بالك لا ده مش موسم مع موسم، احنا برضو الموسم اللي فات نفس الكلام، فانت بتتكلم في ثلاث مواسم
ماشيين في نفس القصه، فدي صعبه جدا على اللعيبه وصعبه جدا. يمكن النادي الاهلي كان في البدايه كان معترض، كان معترض ان هو يشترك في البطوله العربيه، بس هو التوجه دوله وكان دايما النادي الاهلي بيلبي البطل. طب انا هطلع من البطوله العربيه ونفكر مشاهدينا بالدوري العام. النادي الاهلي كسب الدوري العام متفوق على كل منافسيه، كسب كل منافسيه في هذه البطوله. انهى الدوري قبل ما ينتهي بفتره، افضل دفاع، ثاني اقوى هجوم. شايف النادي الاهلي مع كابتن حسام البدري خلص الدوري ازاي؟ انا برضو انا يعني باكد على كلام كابتن ابو المجد ان فعلا لحد اخر ماتش في الدوري ان الدفع موجود. يعني انا النهارده حتى في اللعبه اللي بجربها المفروض ان اخر ماتش في المباراه، اخر ماتش في الدوري كان موجود من الناس اللي هي خضتنا. انا بالنسبه لي انا صالح جمعه، يعني انا اتخضيت من ادائه واتخضيت من مستواه. في انهي ماتش؟ اخر ماتش كان ماتش انبي. نعم كان ماتش انبي ولا ماتش المصري ولا ماتش الزمالك؟ ماتش انبي لسبب تاني خالص. يعني انا ماتش انبي النهارده انت بتفنش سيزون خلاص، المفروض ان الموسم خلص، المفروض ان انت حسمت، والمفروض ان انت هتاخد درع في الدوري في الملعب. روح النهارده ان انت موجود في الملعب خسران 2-1 مش تفرق معاك كتير، انت كده كده هتستلم الدرع بتاعك. الروح بتاعتك ان انا لازم اتعادل، انت عايز تتعادل ليه؟ يعني انا لازم اتعادل لحد اخر ثانيه، انا بحاول ان انا اتعادل في الماتش برغم ان انا حاسم الدوري. هو ده كابتن ان انا بقول لك الدافع اللي موجود في النادي الاهلي، انا ليه ما انهيش السيزون بتاعي من غير ورا هزيمه؟ فلحد اخر لحظه انت بتعمل كده، فمعنى الدافع ده موجود معنى ان الكابتن حسام شغال مظبوط، يعني حتى شغال مظبوط مع البديل. يعني النهارده انا كمان ما بقولش اللعيبه الاساسيه اللي موجوده في الملعب فانا مكمل بنفس الفورمه، لا ده حتى اللعيب اللي نازل البديل بيلعب بنفس فكر النادي الاهلي، احنا ما بنخسرش، حتى لو النهارده انت كسبان وحاسم دوري، لا انا النهارده بحافظ على اخر ماتش بدون هزيمه. ده دوري، يعني انا اذا كنت انا ما شاركتش طول السيزون، فالنهارده اذا كان طول السيزون دوت هم قدروا ياخدوا الدوري ويحافظوا على ان انا ما اخسرش ولا ماتش، فده دوري على الاقل ان انا في الماتشات القليله اللي انا موجود فيها احافظ ان احنا ما نطلعش خسرانين. فانا شايف ان هو عامل دافع على طول الكابتن حسام البدري. كابتن ابو المجد، مين اللعيب اللي جوه النادي الاهلي في هذا الموسم ادالك يعني انطباع جميل جدا وكنت حاسس ان هو دايما بيصنع الفرق؟ انت بتتكلم في بشكل عام؟ بشكل عام. لا انا شايف ان ميزه النادي الاهلي ان هو ما عندوش نجم اوحد. انا شايف ان كابتن حسام عامل حاله محترمه جدا مع الفرقه السنه دي، ما بيعتمدش على حد معين، في سيستم او طريقه لعب او تكتيك بيشتغل بيه، فالناس كلها بتأدي بشكل عالي جدا. يمكن حسام غالي، انا برضو برجع لحسام غالي، انا بشوف ان هو لما بيبقى موجود في الملعب انا شخصيا وانا بتفرج بطمن ان النادي الاهلي جواه قائد، بطمن ان اللعيبه كلها عامله حساب لحد جوه الملعب، ودي مهمه جدا. يمكن الواحد من صغره وانا دخلت صغير جدا كان اللي اكبر مني بسنه، ده بالنسبه لي بيبقى حاجه كبيره جدا. ده غير خبراته كابتن، غير خبراته وغير بالظبط. فيمكن انا بقول لك يمكن الحاله الجميله اللي موجوده ان انا ما بعتمدش على واحد بس، لا انا بعتمد فرقه جماعيه، على فرقه جماعيه بلعب مع بعض بالظبط. يمكن كابتن احمد زي ما قال لك ان الناس حتى اللي بتبقى بره ما بتشاركش، ولما بيجي يشارك بياخد نفس الدوافع او بيبقى عنده نفس الدافع اللي الناس اللي بتلعب بصفه مستمره شغال عليه، فانت ما بتحسش بالفرق دوت. فدي من نجاحات برضو الحمد لله اللي موجوده في نادي الاهلي السنه دي، كل الناس شاركت بشكل كويس، الناس عندها روح المكسب، عندها الالتزام جوه الملعب. الحمد لله من الحاجات برضو اللي بتميزنا ان احنا ما بنحاولش ان احنا نفتعل اي مشاكل، يعني الحمد لله رب العالمين. دي من الحاجات برضو اللي نجحتنا السنه دي، يمكن فرق تانية وقع في نفس المشاكل يمكن مأثر عليهم بشكل كبير جدا، وانا شايف ان الموضوع مش فني. استقرار يا كابتن بالظبط، الاستقرار مهم جدا. الحمد لله اداره النادي الاهلي موفره القصه ديت، ويمكن لما تجدد مع كابتن حسام البدري لموسم تاني ده بيدل على الاستقرار والوعي والثقه اللي وان الراجل ماشي صح بالظبط. فالحمد لله رب العالمين، يعني الدنيا الحمد لله ماشيه كويس،
واللعيبه شغاله كره بس، مش في دماغها اي مشاكل ثانيه. بالظبط، مركزين. كابتن احمد برضه هسالك، مين اللعيب اللي في النادي الاهلي هذا الموسم، خاصه انت لعيب خط وسط وبتحب الناس اللي هي الكويره لعيبه الكوره يعني، في النادي الاهلي كان في اتكلمنا على صالح جمعه، عايز اسالك على عبد الله السعيد، يعني هذا الموسم من صناع الفوارق في النادي الاهلي، لعيب برضه من اللعيبه اللي عنده رؤيه وعنده فيجن، وانا من الناس اللي دايما بشجع اللعيب اللي يكون عنده الحته دي، لانه بتفرق مع النادي الاهلي. يمكن في منتخب مصر وبره النادي الاهلي مفيش ناس كتير في مكان عبد الله السعيد، فشايف عبد الله السعيد في هذا الموسم عامل ازاي؟ انا شايف ان عبد الله السعيد من كتر ما هو كان يعتبر طول السيزون مستواه ثابت، ان هو يعني ظلم وجود صالح جمعه، لان فعلا عبد الله سعيد من مميزاته ان هو دايما مؤثر، يا اسيست الجول يا بيجيب جول، تمركزه بيتمركز في اماكن كويسه، دايما تلاقيه هو بيحل ان في اي كوره على الطرف لازم لما تلاقي لعيب بيعمل لتحت ليه، هو تلاقيه هو واخد مكان مظبوط جدا والفينش بتاعه كمان مظبوط جدا، فبالتالي هو بقى عنده بصمه في كذا ماتش. يعني النهارده كان في عندك اكتر من حوالي خمس ست ماتشات مؤثرين اهداف عبد الله السعيد، وانا دلوقتي انا ما بتكلمش عن فروت صريح، انا بتكلم على لعيب نص ملعب رقم 10 بيكمل. نعم. بيكمل بالظبط. عامل اسيست كتير جدا. بس انا يعني بما انك بتقول كوره وبحب لعيب، لا يعني صالح جمعه فعلا، يعني انا ما كنتش شايف صالح جمعه في المنطقه دي، انا مش شايفه في المنطقه دي في نص الملعب، بس هو لعيب طبعا. انا يعني عايز ابقى طبعا دلوقتي ده اهداف يعني عبد الله السعيد مع النادي ده اللقاء السوبر اللي يعني بهدوء قعدته عنده هو لعب مؤثر يا كابتن، مفيش كلام طبعا، لعيب كبير طبعا. نعم. يعني برضه فينش واسيست وبياخد اماكن مؤثره جدا في الملعب، ويعني استنزاف جهود عبد الله السعيد في بطوله كاس الامم اثرت على مستواه، يعني قعد فتره عقبال ما يرجع تاني كابتن. هو خد وقت، واعتقد ان هو غير ان هو خد وقت برضه ما رجعش لسه في سنه اجهاد، يعني لسه عبد الله السعيد لسه مجهد، لان طبعا انا عايز برضه اقول لك حاجه يا كابتن، برضه لما انت بتبقى محطوط على عاتقك قوي حته المسؤوليه انك انت دايما صاحب الفرقه او انت صاحب التاتش او انت صاحب انك دايما في الفينش او في الاسيست، ده بيعمل عليك ضغط عصبي جامد في ظل بطوله قويه، يعني انت اللعيبه اللي بتلعب عليك كمان مش لعيبه محليه، لعيبه افريقيه ولعيبه على مستوى عالي. فانت النهارده بيبقى عليك ضغط جامد قوي انك انت تكمل البطوله وتلعب كل الماتشات دي، وتيجي زي ما انت بتقول بالظبط كده باجي بلحم في الدوري المصري او باجي بلحم في بطوله افريقيا، اكيد ده بيعمل عليك اجهاد ولود جامد جدا. فالنهارده انا شايف ان يعني من الناس اللي جات لها طبعا حته الراحه في البطوله العربيه دي مصلحه جدا، انا شايف عبد الله السعيد لان هو مرتاح، محتاج فعلا يرتاح، وانا حابب ان يتخلق روح منافسه. انا برضو مش تحيز لصالح جمعه، بس انا حابب ان يتخلق روح منافسه بين صالح جمعه وعبد الله سعيد، لكن كل واحد عنده شغل تاني يختلف عن، يعني كل واحد عنده شغل يختلف عن التاني. بس هو ممكن يلعبوا مع بعض يا كابتن، يعني ممكن يبقى تحتيهم واحد سته ويلعبوا هما الاثنين جنب بعض. والله يا كابتن انت كده بتهاجم بحت بقى، ونص ملعبك هيبقى الديفندر معاك هيزعل جدا. في 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 ما هو ليه يزعل؟ ما هو بقى يعني برشلونه بتلعب كده، ريال مدريد بتلعب كده، وانت مش في كل الماتشات. انا برضو بفكر معاكم انتوا لعيبه الكوره ومدربين دلوقتي، بفكر بصوت عالي ان ممكن في ماتشات انا محتاج ان انا يكون عندي كثافه كبيره جدا في صناعه اللعب، وممكن العب بالاثنين جنب بعض. لا 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 ده تمام يا كابتن، بس انا ما بتكلمش على، انا ما بتكلمش في ظروف معينه. انا بتكلم ان هو يكون دوت التشكيل. انت انا متخيل انك انت كنت المفروض بتكلمني ان التشكيل الطبيعي. لا انا بتكلم في ظروف معينه، يبقى عبد الله السعيد وصالح جمعه هيبقى صعب قوي على الديفندر، لان هم لعيبه عندهم بيميلوا للحته الهجوميه اكتر، يعني هم بيهاجموا اكتر منهم. وبعدين اللعيب دايما اللعيب اللي هو بيبقى اسيست او بيفنش على الجون دايما بيبقى سن مغامر، فالمرتده بتاعته كتير. فانا النهارده لما يكون عندي اتنين بيعملوا دي وانا ديفندر، لا انت هتموتني. لا لا بعدين الاتنين يعني المشكله ان هم رتمهم واحد. ده لعيب كوره وده لعيب كوره، ده عايز يلعب على طول قدام، يعني بيبقى برضه اللعيب اللي هو بيهاجم كتير بيبقى عنده الحته الدفاعيه برضه شويه ايه ما بتبقاش عاليه، فيمكن زي ما كابتن احمد بيقول لك هتبقى مشكله فعلا للديفندر او نص الملعب ان يبقى عندك اتنين على طول طايرين. دي ممكن تحصل لو حضرتك بتقول برشلونه، لا يعني برشلونه عنده تنوع برضه. بس برضه مع مدرب كبير زي كابتن حسام بدري وارد جدا ان هو يدي تعليمات لواحد بزياده، ولما ده يزيد ده يقف،
ولما ده يقف ده يزيد العكس يعني يبقى فيه بس جبهتين. مش عندك نزعه يا كابتن فاروق يعني انت النهارده بتتكلم معايا انك انت هتديني تعليمات في ان انا استنى شويه بس انا مش عندي نزعه سنه انا ممكن يزيد وبعدين في كمان حاجه في عبد الله سعيد دايما وصالح جمعه دايما بيستلموا من على الاطراف يعني اغلب استلامهم من على الاطراف فانت كده وسعت نص الملعب قوي يعني الديفندر اللي بقى واقف في النص النهارده عشان تحصل قطع مرتده علشان عبد الله سعيد يلم وعلشان خاطر هو طبعا مش طبيعي ان عبد الله سعيد يبقى فاتح يمين يبقى صالح جمعه فاتح شمال بس النهارده لما كل استلامك من على الاطراف فانت نص الملعب عندك بقى مفتوح جدا لكن لما يكون عندك لاعب بامكانيه صلاح بامكانيه صلاح جمعه وبامكانيه عبد الله سعيد فهو محتاج مساحه يلعب فيها زي الجوكر ما يبقاش دايما مشغول بالحته الدفاعيه عشان يدي لك الحته الهجوميه بتاعته فما يبقاش يبقى دايما تحتيه اتنين ديفندر انت قصدك ان انت عايز تريحه بحيث ان هو يدي لك مهامه يدي لك بالظبط شكل انت عارف ان هو عنده الحته الهجوميه عارف ان هو عبد الله سعيد النهارده بيخلص ماتش صلاح جمعه بيخلص ماتش النهارده لو انا بروح وبرد وبروح وبرد اكيد هتبقى على حساب حاجه على حساب ايه بقى مثلا على حساب الشوط الثاني من الماتش الاهلي والزمالك كانوا الاثنين موجودين في الملعب مظبوط وكان النادي الاهلي برضه استمروا في السيطره والجمال بقى ابتدى اكتر فهو ده اللي انا كنت بتكلم فيه ان وارد يكون الاثنين موجودين في وقت من الاوقات لان في وقت من الاوقات مظبوط يا كابتن هو ده اللي كنت انا اقصد انت النهارده بتتكلم في وقت من الاوقات انت اوريدي خلاص ركبت الماتش انت خلاص ماسك الماتش بقيت محتاج حد يمسك لك كوره انت الحته الدفاعيه عندك ما بقتش مطلوبه انت النهارده مش مطلوب منك ان انت تلعب اثنين ديفندر عشان خاطر العمليه الهجوميه بتاعت نادي الزمالك بالعكس انت محتاج دلوقتي اثنين يجوا يمسكوا لك الكوره اثنين يمسكوا لك الكوره في نص الملعب وتحتهم ديفندر واحد ده هتلاقي مين احسن من صلاح جمعه واحسن من عبد الله السعيد خاصه حتى في الفتره ديت كنت هتلاقي ان النادي الاهلي هو المستحوذ فالكوره معاه دايره معظم الوقت فما عندكش مشكله انت كوره في رجليك فطول ما كوره في رجليك مفيش خطر عليك فكده كده بيعمل الشكل الهجومي بتاعه كده كده الكره لما بتيجي مع نادي الزمالك مثلا بتتقطع بسرعه فبترجع تاني فالدنيا مش صعبه وزي ما الكابتن احمد قال لك برضو انت جيت في وقت لا النادي الاهلي هو اللي راكب فبقت الامور سهله فزي ما حضرتك قلت برضو دي 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 فتره ممكن فعلا تحصل ان الاثنين يجي في وقت ان هم يلعبوا جنب بعض في حاجه يا كابتن فاروق معلش انا كنت عايز بس اتكلم فيها لان انا كنت بخص بيها دايما النادي الاهلي وكابتن حسام البدري اكدها اي فريق بيبقى بيلعب في ماتش عايز يطلع مثلا بالثلاثه بونت او يطلع بالبونت دايما بيفكر دايما في اخر مثلا 15 دقيقه 20 دقيقه ازاي ينزل لاعب مدافع يزود لاعب مدافع حتى او ممكن يسحب من نص الملعب لعيب يبقى بيدافع دفاع بحت بحيث ان هو يغير مش مشكله عنده يغير شكل اللعب قد ما مهم عنده ان هو يقفل نص ملعبه دايما كان النادي الاهلي بيفكر في حاجه تانية خالص يفكر ازاي مثلا ينزل حسام غالي حد يمسك كوره بالظبط انت فاهم قصدي يا كابتن مختلف بالظبط كده فكر مختلف وشكل وبشكل احلى يعني انا النهارده مش هعمل زون فهبتدي بشتت على جنب او ابتدي احط لعيب ديفندر في نص الملعب فاروح منزل واحد افريقي جامد عنيف يبتدي يخبط كده لا دايما كان كابتن حسام البدري يسحب لاعب ونزل كابتن مثلا نزل حسام غالي لا امسك كوره ويبتدي يهدي الركب ويخرج من الماتش بشكل احسن وكان ساعات بيجي جون يعني ساعات ما كنا مثلا بتبقى كسبان 1-0 عايز تحافظ على الماتش لا كنت بتخرج كسبان 2-0 دي برضو من الاضافات اللي بتخلي النادي الاهلي مميز عن غيره ان انا دايما حتى وانا بحاول انهي الماتش بنهيه بشكل مختلف عن تفكير الخصوم يعني الخصوم دايما بتبقى بتلعب ان هي تقفل قدامي لا انا بلعب للناحيه في طبعا قبل الختام حابب اسالكم طبعا انتم ناس من الناس الكويره النادي الاهلي داخل على سموحه في قبل نهائي كاس مصر لقاء ما هو سهل نادي سموحه معاه مدير فني جديد استراكة عنده دوافع ولكن النادي الاهلي عنده دوافع اكبر انا داخل العب على الفوز شايف من وجهه نظرك اللقاء ده هيمشي ازاي يعني انا شايف ان بطوله كاس مصر طبعا بطوله مهمه جدا طبعا للنادي الاهلي زي ما قلنا احنا النادي الاهلي حاطط لنفسه دوافع وارقام بيلعب عليها شايف المباراة انت بتلعب تيم قوي فرقة عندها مجموعة لعيبة محترمة فرقة مش هتبقى سهلة شايف ان النادي الاهلي باذن الله يعني هيلعب بنفس الطموح بتاعه لتحقيق البطولة كابتن حسام البدري طبعا هيكون حاطط التشكيل بتاعه هيكون الدنيا ظهرت قدامه الناس الجديدة دخلت مين اللي هيبقى موجود فأنا شايف إن شاء الله يعني المكسب بإذن الله للنادي الأهلي هيكون مهم جدا في المباراة ديت بحيث إن هو يبدأ يكمل ويفنش الدوري طبعا يفنش الموسم بإن هو يحصل على جميع البطولات فدي بإذن الله دي الحاجات تبقى
كويسه ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله. برضو كابتن احمد حسن سريعا، هل الافرازات البطوله العربيه ممكن تكون لها دور في لقاء سموحه؟ اكيد طبعا هتبقى ليها دور. طبعا انا النهارده داخل على ماتش سموحه دوت زي ما انت بتقول يا كابتن، برضو كده عشان يبقى الموضوع سريعا. طبعا اللعيبه مجهده النهارده، انا بدور على في البطوله ديت على بديل يلعب مكان اللعيب المجهد دوت علشان تبقى شكل الفريق في افضل حالاته في ماتش سموحه، لان هو طبعا ماتش يهمني كبطوله، وانا شايف ان هي بطوله اهم طبعا من البطوله اللي احنا فيها دي، لان البطوله ديت هي كل التفكير فيها ان انا ازاي اخرج عناصر للمباراه دي بس كده. طبعا في النهايه يعني انا وقتنا لا يسمح، ولكن كنت سعيد بوجود ضيفي الكبار نجوم من اللي مثلوا النادي الاهلي في الفترات يعني كانت صعبه وكانت مهمه في تاريخ النادي الاهلي. في النهايه طبعا برحب مره اخرى وبحيي كابتن احمد حسن استاكوزا نجم النادي الاهلي. شكرا كابتن جدا، وانا كنت سعيد جدا ان انا معاك فعلا، وان شاء الله باذن الله نتقابل بعد المباراه وبعد كاس ان شاء الله باذن الله واحنا واخدين الكاس باذن الله. ايضا كابتن النادي الاهلي وكابتن مصر في منتخبات الشباب كابتن ابو المجد مصطفى، كنت منورنا حضرتك. ربنا يخليك يا كابتن فاروق، وانا سعيد جدا انا كنت مع حضرتك النهارده وفي قناه النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله باذن الله نتقابل باذن الله والنادي الاهلي واخد بطوله كاس نشوفه ان شاء الله. دي كانت اخر حاجه معانا النهارده في النهايه. طبعا تحياتي ساد الاهلي دايما مستمر مع حضراتكم كل ما يخص القلعه الحمراء، ودايما ما تنسوش الاهلي فوق الاهلي.